الأهلي أعظم نادي في الكون. في البداية أكيد برحب مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم الكرة والجماهير. أكيد شعارنا زي قبل أي كل مباراة مهمة أفريقيا يا أهلي. لا حديث يعلو فوق نهائي بطولة أفريقيا النادي الأهلي أمام الوداد المغربي، فريق محترم، فريق منظم، فريق قوي، عشان كده وصل في النهائي. تحترم الخصم، تقدر تحقق أهدافك، وهو ده اللي علمه لنا النادي الأهلي. في البداية عندي أمور كتير هتكلم فيها النهاردة، خصصنا الحلقة كمان لحضراتكم لنتكلم الشحن المعنوي لجماهير النادي الأهلي. أكيد أنا عارف كل أهلاوي هيروح، عارف دوره إيه في المدرج، لكن طول الوقت مع بعض بنتكلم، عشان كده هنقرأ رسائلكم من خلال الحلقة، هنسمع أغانيكم، هندي الحافز المطلوب للاعبين في الأوقات المهمة جدا أو اللحظة المهمة في تاريخ النادي الأهلي وهو بيلعب نهائي بطولة أفريقيا السبت القادم إن شاء الله. وكمان مهم جدا يبقى معانا كمان جماهير وعندها خبرات في المدرج، فريق العمل اختار مجموعة أكيد بيمثلوا حتى لو جزء بسيط جدا من جماهير النادي الأهلي. الكل يحفز، ازاي الكل يبقى ايد واحده، وهو ده بالنسبه لنا المهم. لا مجال للمهاترات، لا مجال للكلام الفارغ، لا مجال لاي كلام لا صوت يعلو فوق نهائي بطوله افريقيا الاهلي امام الوداد المغربي بحضور جماهيري ان شاء الله كبير جدا بدعم ومسانده، فده الاهم بالنسبه لنا. الاهلي لما يلعب نهائي وده حلمنا كلنا مع بعض، كلنا بنحب الاهلي. قلت الكلام دوت يوم واثنين وثلاثة واربعة، ما دام حاجة بنستفيد منها كلنا ما نقولهاش ليه؟ مش هتكلم عن أمور كتير جدا، كل حاجة في وقتها، ولكن في مباراة للنادي الأهلي بيلعب نهائي، شفت منظر جميل ورائع، فخر لكل أهلاوي كان في المدرج وغير المدرج، وهو بيشوف جماهير النادي الأهلي وبعد الثانية 30 لسه اللعيبة بتسنتر، ومن ثالثة شمال بتهز جبال، هزت لعيبة النجم الساحلي، ورعب وخوف وتوتر كان سبب جماهير النادي الاهلي العظيمه. الجمله دي لو هي بتضايق البعض انا لا يعنيني. الجمله دي جماهير الاهلي في المدرج انسى اي حاجه، جماهير الاهلي دي ملهاش دعوه باي حاجه خالص غير الاهلي يكسب.
جماهير الاهلي الوفيه العظيمه المحترمه ملهاش اي حاجه غير تشوف الاهلي على منصه التتويج. هو ليه بيروح يشتغل ويكافح وممكن يكون من اسره بسيطه ويروح يسافر ورا الاهلي عشان يجيب التذكره؟ هدفه مين وبيعمل كده ليه؟ هدفه الاهلي، بيحب الاهلي من قلبه، بيحب الاهلي بانتماء، بيحب دايما يمشي على قيم ومبادئ النادي الاهلي، ملهوش دعوه باي حاجه تانيه. دي لحظه مهمه في تاريخ النادي الاهلي. انا بقول لحضراتكم تاني، في ال 15 سنه الاخيره، انا مسؤول من كل كلمه بقولها، في ال 15 سنه الاخيره اصعب بطوله مر بيها فريق ومطبات صعبه جدا قابلها الفريق مع حسام البدري للامانه. ارجعوا لفريق بتفيست نتيجه 1-0، بتلعب الفرقه هناك، بتعمل في الاستراتيجيه اللي انت تقفل الملعب وربنا يكرمنا وتخلص المباراه تعادل ونرجع. الاهلي لازم يكسب خارج الارض عشان يكمل في البطوله ويروح يجيب هدف واثنين وثلاثه واربعه. تروح بمعنويات فيها خوف، فيها تحدي، فيها اصرار، لازم روح النادي الاهلي امام الترجي، وتروح وتكسب الترجي هناك وانت خارج الشوط الاولاني مغلوب. يا جماعه انا بكلمكم كوره هنا، بكلمكم بخبره سنين، بكلمكم بمواقف، بكلمكم في تحديات مش موجوده والله غير في الاهلي. طيب الاهلي جه فيه جون في ماتش الترجي والدنيا صعبه وخارج بمعنويات صعبه جدا، انا محتاج ان انا اكسب. لكن الاهلي العظيم والفريق العظيم اللي احنا بننتمي له والجهاز الفني المحترم واللاعبين الرجاله هدفين رجعوا لنا بانتصار، قعدوا هناك زيدنا عليهم، قعدوا والاجهاد ونظرنا عليهم البعض وقاعدين وهيحصل ملل ومش عارف ايه، والاهلي يرجع بافضل نتيجه 2-1. والتوفيق بتاع ربك او ربنا سبحانه وتعالى. مين يتوقع الاهلي يكسب النجم الساحلي 6؟ لو سالت اي اهلاوي من اصغر واحد لاكبر واحد هيقول لك لا، يا رب هدف، يا رب هدفين، يا رب ريحنا وعايزين ثلاثه وخلاص ونقفل كده. لكن جمهور الاهلي موجود، الكل يسكت. جمهور الاهلي الموجود الحقيقي، جمهور الاهلي اللي بينتمي للاهلي بجد، اللي مش مستني اي حاجه موجود وبنراهن عليه، الكل يستنى بما فيهم احنا. في اكتر من كده؟ محدش كلمنا عن حاجه تانيه خالص، محدش يدخلنا في فرعيات، محدش يكلمنا في الظرف اللي احنا فيه غير في الاهلي ونهائي بطوله افريقيا، حلم الاهلاويه، كاس العالم، كاس العالم، والمبادئ واحده. هي كلمه مبادئ يعني مبادئ كتير، لكن المبدا واحد، واللي اتعلمناه حاجه واحده، واللي بنشوفه حاجه واحده، واللي نعرفه حاجه واحده، مش مليون حاجه ومليون كلام ومليون حاجه صعبه. كل انا قلت لحضراتكم انا مع مدرسه اللي طول الوقت تحط الحاجه في وضعها الطبيعي. فالوضع الطبيعي افريقيا يا اهلي، الوضع الطبيعي تقف جنب فرقتك، الوضع الطبيعي نشحن البطاريات مع جماهيرنا ولاعبتنا والرسائل اللي بنتكلم فيها طول الوقت. نشحن بطاريات الكابتن حسام البدري يدخل المباراه من اعلام اهلاوي وغير اهلاوي وجماهير النادي الاهلي. تشحن، مش اللي انت تقول كسبت النجم 6 صفحه واتقفلت. ده اكبر خطا اللي انا افضل عايش لغايه النهارده في مباراه النجم. ده اكبر خطا صدقوني. فمن هنا هنتكلم جماهيرنا النهارده كتير جدا، خصصنا الكلام ده لان فاضل على البطوله خطوه، فاضل على البطوله خطوه. مرينا بظروف صعبه خلال البطوله، لكن بجمهورنا ولاعبتنا الرجاله وجهازنا الفني المحترم قدرنا نتحدى الحاجات دي كلها. قدرنا، مفيش كلام ينفع اي كلام تاني النهارده غير نهائي بطوله افريقيا. انا شفت حاجات صعبه، انا مش عايز اتكلم في امور عشان ما تقولوش اللي انا بزايد. انا اكيد انا وغيري كتير بنعشق النادي الاهلي وبنحبه جدا وبننتمي له وندافع عنه، والاهلي مش محتاج حد يدافع عنه. الاهلي للامانه وهي دي الحقيقه. ولا انا درع ولا غيري درع، ولا انا سيف ولا غيري سيف، ولا انا اللي انا هيرو ولا انا ولا غيري. الاهلي عنده عمود فقري يقدر يحميه من اي حاجه، جمهوره. جمهوره حتى لما بيبقى فيه اخطاء داخل النادي الاهلي هو اول واحد بيرسائل تلاقيه موجود جوه التتش، رسائل عشان قلبه على فرقته، عشان منتمي.
فاللي بيعمل كده ده يعلم ناس كتير قوي، وتلاقيه بيطلع لك بكلام في اوقات صعبه جدا، ولعيب يكون بيمر بمحنه، وفريق بيمر وهو مضغوط بظروف صعبه، وفريق محقق نتيجه صعبه، لكن مين اللي وقف؟ احنا؟ لا هم، لا هم صدقوني. فمن هنا مفيش، اذا هرجع اكرر تاني، افريقيا يا اهلي ربنا ينصرنا ويوفقنا ونقدر نحقق نتيجه طيبه هنا، لان الاجواء هتبقى صعبه زي النجم الساحلي بالظبط، وهي دي رسالتي. هتكلم في كل ده مع حضراتكم، لكن في البدايه دايما بحب اطمنكم على فريق الكوره، مين اللي دخل المعسكر، الكابتن حسام اختار مين، نوعيه التدريب، الكابتن حسام قال للعبته ايه، كل ده بنحب نسمعه، وانا عارف ان حضراتكم بتحب تطمنوا على فرقتكم. نروح للاستاذ محمد عرائي الناقد الرياضي بموقع اليوم السابع. استاذ محمد برحب بحضرتك. اهلا بك يا كابتن شادي، واهلا بجميع قناه الاهلي الكرام. استاذ محمد، اكيد انت سمعتني، وانا الاسئله المعتاده عليها اللي جماهير النادي الاهلي بتحب تعرفها، طمنا على فريق الكوره. انا عارف ان انت كنت موجود في التدريب النهارده، طمنا على الفريق وطمنا اكتر على الروح المعنويه. يعني طبعا النهارده كابتن يعني ختام تقريبا كانت التمرينه وصلت لاكثر من ساعتين وربع، النهارده كان في جرعه تدريبيه كبيره النهارده، يعني تقريبا ده يعتبر التمرين الاساسي النهارده قبل ما اجي الوداد ان شاء الله. شريف اكرامي خلاص جاهز للمباراه، هو كان عنده مشكله في الضمه، غير كده كمان ان هو كان عنده مشكله كبيره في الضرس دي حتى من قبل ماتش نجم الساحلي، وهو تحمل على نفسه مسكنات وحقنه مسكنه وجاهز لماتش النجم. برضه الالام دي عودته تاني، غير طبعا هو كان جاله الام الضمه ديت بعد ماتش النجم، بس هو الحمد لله خلاص يعني تعافى من الاصابتين دول وجاهز خلاص ان هو يلعب باذن الله. طبعا احنا عارفين ان صالح بابا طبعا شوف بره الماتش خلاص فات بسبب الاصابه. النهارده كابتن حسام يعني ابتدى بقى خلاص يركز على البدايل ويشوف طريقه اللعب اللي هو يلعب بيها، وده ظهر بشكل كبير جدا في التمرين النهارده. يعني كابتن حسام تقريبا هيلعب بنفس التشكيل اللي لعب فيه في ماتش النجم، ما عدا بس تغييرات بسيطه جدا، ان عبد الله سعيد يخش مكان صالح جمعه على الاصاب، وان احمد فتحي يرجع في مركز ظهير الايمن، رامي ربيعه هيستمر في مركز ديفندر جنب عمرو السوليه برده، ويعني خط الهجوم برده زي ما هو الشكل المعتاد بتاعه، اجاي ومؤمن زكريا ووليد ازارو. كان برده في اهتمام النهارده زي كالعاده كابتن حسام الاهتمام بالكرات الثابته سواء على المستوى الهجومي او المستوى الدفاعي، كان في اهتمام ان احنا ازاي نقدر يعني نفسد هجمات المنافس، خصوصا ان هم برده بيمتازوا بالكرات الثابته. وطبعا كان في طبعا محاضره يعني في الفيديو النهارده، احنا عشان طبعا احنا لعبنا الوداد مرتين في بطوله دوري الابطال السنه دي، اتفرجوا على الماتشات خصوصا الماتش اللي كان في المغرب، هو طبعا الماتش دوت يعني كان ظاهر الوداد بشكل كويس جدا، ويعني كان ظاهر لعيبتهم كانوا كلهم يعني تقريبا كان التيم كله بيلعب، فكان كابتن حسام بيتكلم عن السلبيات والايجابيات في الفريق. طبعا بقى كان في برضه يعني كلام مع الجهاز الفني ان احنا لازم نقفل يعني غلق تماما صفحه النجم الساحلي، والغرور ما يتسربش اللعيبه، ويبتدوا خلاص الصفحه واتقفلت، الماتش كان مهم وخلص خلاص، عندنا تحدي تاني وتحدي مهم جدا، المباراه النهائيه خلاص يعني هو بقى المباراه دي اللي هيتم تكتيك فيها جهود الفريق طول البطوله السنه دي. الماتش للاسف ماتش العوده هيبقى في المغرب، فده برده بيصعب الموضوع شويه، فكابتن حسام اتكلم ان هو ضروره ان احنا يعني نحقق فوز مريح في ماتش الذهاب، وده ممكن ما يبقاش بالسهوله اللي حصلت في ماتش النجم، لان فريق الوداد فريق قوي جدا وفريق يعني مركز جدا، وده اللي بان ان هم يعني رغم ان الرحله بتاعت المغرب قصيره جدا جايين بطياره خاصه، ورفضوا ان هم يجوا على مطار القاهره وياخدوا اتوبيسات، اصروا ان هم يجوا بطياره خاصه. تصريحات لعيبه النجم برضو يعني اللي هي كلموهم لسه واصلين النهارده بالليل، اتكلموا ان هم يعني هدفهم الفوز وان هم جايين يكسبوا الاهلي في برج العرب، فواضح ان في يعني كويس اللي قالوا كده. طبعا ده يعني واضح، انا ببقى مبسوط قوي زي ما خلال البطوله كلها كل مدرب تصريحاته كده الواحد ما بيقلقش لما بيسمع كده بصراحه. لا بس هو يعني الوداد برضو احنا يعني المره دي السيناريو مختلف شويه، ان فكره المباراه النهائيه في المغرب ده لازم يخلي اللعيبه عندنا تبقى مركزه جدا ان هي لازم تحقق فوز مريح وفوز قوي، لازم يعني نطلع يعني بدروس مستفاده من الفتره اللي فاتت، خصوصا من ماتش النجم الساحلي، رغم ان احنا كسبنا بسته بس احنا دخل فينا جولين ودخل فينا جولين من اخطاء دفاعيه صح. يعني شايفها ساذجه شويه صح، فممكن ما تبقاش موفق على المستوى الهجومي بالشكل اللي حصل في ماتش النجم او في اي ماتش تاني، فلا قدر الله ممكن بهدف زي ده يصعب لك الدنيا جدا في ماتش العوده، وخصوصا يا كابتن شادي احنا رحنا المغرب وشفنا الاجواء هناك صعبه جدا، الوداد المغربي على ارضه فرقه قويه جدا جدا من اقوى الفرق في افريقيا على ملعبها، يعني ملعب محمد السادس ده ملعب صعب جدا اكيد لعبت عليه وعارف،
الجمهور هناك الجمهور شرس حفل بشكل شرس بشكل شرس فعلا، مش مجرد كلمه كده، لا فعلا هو جمهور شرس جدا، وبيعرفوا ياثروا كويس جدا على الحكم ايا كان هو مين، مهما يكون الحكم كبير بيعرفوا ياثروا عليه بسبب ان هم عارفين امتى بيعترضوا وامتى يعترضوا بشكل جماعي وامتى يلوموا. عندهم بصراحه يعني درايه بالموضوع ده كبيره جدا. فاعتقد ان ماتش العوده هيبقى صعب صعب بشكل كبير، فلازم ان شاء الله في ماتش الذهاب يبقى يعني مأمنين نفسنا بفوز مريح يساعدنا ويريحنا في ماتش العوده، خصوصا ان احنا خلاص يعني لعيبه الاهلي دلوقتي عندهم ثقه كبيره ان هم يقدروا يسجلوا هدف واثنين وثلاثه واربعه في اقوى الفرق الافريقيه. النجم الساحلي فرقه كبيره ومن اقوى الفرق في افريقيا، رغم كده الاهلي قدر يسجل فيهم هدفيه. فاعتقد ان ده خلاص يعني اللعيبه وصل لها ان انت تقدر تجيب في اي فرقه في افريقيا اكثر من هدف واثنين وثلاثه. فده اللي لازم يبقى ده فكر اللعيبه في المباراه ديت. وده حتى كابتن حسام يعني حب ان هو يعمل ما يعملش تغييرات كبيره في التشكيل، يعني تغييرات زي اعتقد ان هي تبقى في ازياء الحدود. عبد الله سعيد بخمسه رايح جمعه مصاب، احمد فتحي هيرجع طبعا قوه كبيره لازم يرجع، هيلعب في المركز الظهير الايمن، خط الدفاع زي ما هو، الهجوم زي ما هو، لان هو حتى رامي ربيعه بعد ما تالق في ماتش النجم هيتم الدفع بيه مره اخرى في مركز الديفندر. ان كابتن حسام شايف ان هو عايز يستفيد بالثقه اللي جات للعيبه في ماتش النجم ان هم يقدروا يعملوا يعني نتيجه كويسه جدا في ماتش الذهاب ان شاء الله. ان شاء الله. اخيرا سؤال معتاد قبل المباريات المهمه، انتوا بتبقوا موجودين احيانا بتشوف وشوش اللعيبه يقول لك مركز، لا في خوف في، وانت يا استاذ محمد انا عارف ان انت قريب من اللعيبه وبتتعامل معاهم كلهم، وشوش اللعيبه طمني. لا هو طبعا يعني وشوش لعيبه الاهلي دايما بتبقى فيها ثقه وفيها في دايما حاله تحفيز من الجهاز الفني، واللعيبه اساسا مش محتاجه كمان تحفيز. لعيبه الاهلي لعيبه كبار ولعيبه عندها خبرات كبيره وثقه كبيره، بس كمان اللي مدي اللعيبه ثقه اكبر من ماتش النجم، الاهلي عامل ماتش كويس جدا. يعني كابتن بس حذر من نقطه ان يعني يبقى في بس سنه غرور، ولا يعني مش عايزين بس موضوع الغرور ده، ودي اهم حاجه، بس بالنسبه للثقه وبالنسبه ان هم متحفزين حتى للسهر من الوداد، لان الوداد احنا كسبنا 2-0 احنا كسبناه، بس برضو اللي مش طبيعي ان احنا نتغلب برضو يعني اثنين برضو بالشكل ده، فبرضو هم كانوا عملوا علينا ماتش كويس. فاعتقد ان برضو في حاله برضو ان انت عايز تسقط الهزيمه ديت، زي ما كان في ماتش النجم برضو ان في حاله من الصقر هزيمه 2007، فاعتقد برضو ان ده برضو هيحصل في ماتش الجداد. لا اللعيبه الحمد لله يعني عندهم ثقه كبيره جدا، واعتقد ان هو برضو اللعيبه الكبار عليهم دور كبير جدا ان هم هيقدروا يعني يخرجوا اللعيبه من تشويش على النجم، ويبتدي بقى التركيز في ماتش الوداد، ان احنا خلاص دي المرحله الاخيره اللي هتكلم في كل المقابل. استاذ محمد الفريق سافر النهارده على اسكندريه؟ لا الفريق النهارده اتدرب تمرينه بتاعته الاخيره في القاهره. ان شاء الله التجمع بكره الساعه 10 في النادي، مفيش تمرين بكره. التجمع الساعه 10 وهيتحركوا الساعه 11، هيبقى في تمرين في برج العرب بكره ان شاء الله. اتمرنوا مرتين في برج العرب. تمام. استاذ محمد عراقي النقد الرياضي باليوم السابع، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المعلومات اللي حضرتك قلتها. الموضوع الواحد كمان ابتدى يعيش في المباراه زي اللعيبه بالظبط، في حماس، حتى لو خدتوا بالكم استاذ محمد هو بيتكلم متعايش مع الموضوع، كلنا الاهلي بيلعب باسم مصر. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقنا وينصرنا، لان اللعيبه والجهاز الفني يستحقوا. انا بشوف اللي النادي الاهلي يستحق البطوله من اداء، من ماتشات بذل فيها مجهود كبير جدا، اللعيبه كانوا قد المسؤوليه، جماهير النادي الاهلي في اللحظات الاخيره بتخش تحسم زيها زي اللعيبه بالظبط، عليكم دور مهم يا جماهير النادي الاهلي. انا هتكلم معاكم النهارده في بعض الامور اللي انا مش دايما بيبقى في حاجات كويسه، بس يبقى في حاجه بسيطه جدا تخص التشجيع. انا ما اقدرش املى على جمهور يشجع ايه ولا يعمل ايه، انا ما اقدرش اعمل كده، بس عايز اوجه نصايح باحساس اللاعب السابق لجماهير النادي الاهلي، لان المباريات الكبيره دي الصبر برضو زي ما بنقول للعيبه خليك تقيل خليك صبور، لازم نكمل 10، ما ينفعش ان انت تبقى مندفع، جماهير النادي الاهلي لازم تبقى سند في الحته دي، ما ينفعش التسارع. هتكلم بعد كل ده بعد شويه، بس خليني اقول لحضراتكم قائمه النادي الاهلي اللي ان شاء الله مسافره بكره معسكر اسكندريه استعدادا للمباراه ان شاء الله. حراسه المرمى شريف اكرامي، احمد عادل، محمد الشناوي، خط الدفاع محمد هاني، احمد فتحي، رامي ربيعه، محمد نجيب، وسعد سمير، وعلي معلول، وحسين السيد، وصبري رحيل. خط الوسط هشام محمد وعمرو السليه، وليد سليمان، ومؤمن زكريا، واحمد الشيخ، واحمد حمودي، وعبد الله السعيد، وكريم نيدفيد، وميدو جابر. خط الهجوم عماد متعب، واجاي، وازار. واستبعد الكابتن حسام البدري، حسام عاشور، وصالح جمعه للاصابه. ان شاء الله
ان شاء الله يلحقوا كمان مع زمايلهم المباراه اللي خارج الارض. لكن الاهم دلوقتي واللي احنا بناكد عليه دايما، اللي يلعب يلعب، المهم الاهلي يكسب. ده وقت مش وقت انا عارف المباراه لازم يبقى فيه ذكاء والمدير الفني بيحط استراتيجيه، لكن اخلمكم بامانه في مباراه لعيبه، مباراه روح، مباراه رجوله، مباراه كور مشتركه، العب على الكوره بكل قوه من غير ما اذي الخصم، اضغط من اول دقيقه. المدير الفني بيقول خطوط عريضه، لكن لو انا مش فايق زميلي اللي جنبي يفوقني. كل الكلام ده بيبقى كواليس اللعيبه ما بينهم وبين بعض، واحنا بنكلم حضراتكم في الامور اللي بتحصل. المدير الفني بيقعد مع لعيبته ومحاضره وبيقول نقاط الضعف والقوه. كمان اللعيبه الكبيره بتلاقي قاعده عامله اجتماع وتسمع الكبير والصغير ويحفزوا بعض في مباريات كده، تخلق دوافع لنفسك من الكلام. وهي كره القدم اساسا المفروض ما يبقاش فيها سكوت طول الوقت، جوه الملعب تتكلم مع زميلك وخارج الملعب، واللي مقصر شويه تكلمه، واللاعب الكبير يقرص ودان، تلعب دور المدير الفني. المدير الفني ما بيعملش كل حاجه. فمن هنا عندي بعض الحاجات كمان عايز اتكلم مع حضراتكم فيها، بس حاول تجيبوا لنا اللواء شيرين شمس عشان عايز اعرف منه شويه حاجات. عايز اتكلم على النقطه المهمه لجماهير النادي الاهلي تاني، وجهزوا لي يا جماعه الاغنيه اللي انا بتفائل بيها جدا، وجمهور الاهلي جرب تدخل للاستاد عشان نعرضها بعد شويه من تاني. النهارده يومكم، انتوا السند، انتوا الاهلي، انتوا جزء كبير من تاريخ النادي الاهلي. انتوا اللاعب بالنسبه لي رقم واحد، مش رقم 12 ولا 13 ولا 14، انتوا رقم واحد. انتوا اللي بترعبوا الخصم بتشجيعكم وباخلاقياتكم وبحبكم لناديكم. انتوا اللي خليتونا مبهورين بيكم والصوره الجميله. انتوا جمهور الاهلي العظيم اللي بيقف جنب فرقته بره وجوه. وعايز جماهير الاهلي تسافر كتير زي ما بنشوف ترجي التونسي هنا جاي بعدد جماهير كبير جدا. رجعوا الثقافه دي تاني واحنا هنساندكم. اللي يقدر يسافر يسافر. الاسره اللي قافله على اولادها شويه ما يروحوش المباريات زي ما انا قريت في الرسائل. لا، سيبه يبقى منتمي للنادي الاهلي، وسيب اجيال تطلع بتحب النادي الاهلي، وسيب الملايين تزيد بدل السبعين يبقوا 80 و90. حصل امور كتير مش كويسه سنين طويله بسبب بعض الاخطاء، منها الاعلام ومنها التعامل ومنها من الجماهير ذات نفسها، لكن لازم نتدارك ده ويبقى فيه وعي لجماهيرنا. النهارده لازم نستغل اللي مصر كاس العالم، لازم نستغل الاهلي بيلعب نهائي بطولة افريقيا، لازم نستغل ان شاء الله لو ربنا وفقنا ونصرنا ونروح كاس العالم عن البطولة هتبقى في ابو ظبي. اخواتنا واشقائنا والمصريين هناك كتير، مش هنحس ان احنا في غربة، والجماهير بتبقى ساند زي ما شفنا. انا عمري ما هنسى المنظر الرائع لجماهير الاهلي كمان في العين، تقعد تعمل حوارات. عرضنا لحضراتكم الكلام ده في شاشة الاهلي، ناس جاية من الكويت مسافرة واولادها عشان خاطر الاهلي. بقى الواحد والله العظيم ثلاثة بقى الواحد جسمه يقشعر. خلي بالكم احنا بنشتغل في الاعلام لكن احساس اللاعب موجود. لما بتلاقي مواقف معينة انت بتحس ان الذاكرة بترجع بيك، ده حصل نفس الموقف مرة واثنين وثلاثة، فتقول هل هيحصل كده النهاردة؟ لما تشوف جمهور حد جاي من الأردن واللي جاي من مصر واللي جاي من صعيد مصر، كل دول شفناهم في الإمارات في كل المباريات اللي اتلعبت هناك. فالواحد بيبقى فخور بالكلام ده ويقول طب الناس دي مسافره ليه الماتش ده؟ هي دي الثقافه اللي عايزين نرجعها. فانا اسمحوا لي هبتدي المنظومه عندي في اللي انا هقوله، اداره محترمه، جهاز فني محترم، لاعبين، لكن انا هبتدي باللاعب رقم واحد اللي دوره مؤثر ودوره مهم. في البعض ما يرضاش يقول كده، لكن الحقيقه الامر اللي كان في الاستاد اساله واحد واحد كان في الاستاد، لولا جماهير النادي الاهلي ما كانش النجم الساحلي حصل التوتر اللي عند اللعيبه. بقول لكم الناس كلها، اب ابن صغير، ده حاجه بسيطه جدا، كنا قاعدين في المدرج ولا بنروح نقعد مقصوره ولا بنروح نزايد ولا بنروح نقعد مع الجماهير اللي احنا منهم. ف ابن صغير اول ما الجماهير عملت كده الاب حضنه. انا والله العظيم كنت اتمنى، انا دايما بحب اتكلم بالصوره عشان ما تقولوش اللي احنا بنالف يعني، لان في ناس دايما من كتر ما هي ما عندهاش مصداقيه فخلت الجميع بقى كده، وهي دي مش دي الحقيقه. فاول الجمهور قال ثالثه شمال الاهلي سنتر، من ثالثه شمال هم استنوا. الجمهور كان ذكي جدا، قعد يغني عادي وبيفرح عادي،
ولحظه اول ما الاهلي سنتر ثالثه شمال كلنا كل الناس والله جسمها ما بقاش حد عارف يتلم على جسمه. تخيل بقى اللعيبه في الملعب، اللعيب ما بقاش حاسس يعني بيسمع صوت الجماهير لكن بيبقى مركز، لكن انت لما تبقى قاعد شايف بتتوتر وبيحصل لك امور كتير جدا. فشفت ولد صغير في حضن والده كده، وجا اللعبه بعدها ما عداش دقايق والكوره جت هدف. بعدها ارتباك، ارجعوا للمباراه وحضراتكم اكيد شفتوا اللي انا شفته. لاعب مهم جدا في وسط الملعب، مش متذكر الاسم دلوقتي، فين النجم الساحلي، وزميله جنبه يروح مبصيها غلط. بينما الحارس المرمى ترجع له الكوره، الاهلي يضغط يروح جاي مبصيها غلط، الاهلي يلعب اوت يبقى ضاغط الفريق في الربع الامامي. فين النجم؟ كل ده بسبب ايه؟ اكيد هتكلم عن اللعيبه واكيد هتكلم عن الجهاز الفني، لكن اللي وتر اللعيبه اكتر حاجتين: جمهور النادي الاهلي وضغط اللاعبين من البدايه، حطوا الفريق تحت ضغط. الاهلي كان الفاعل، والاهلي لما يبقى فيه فاعل ويبقى فيه روح النادي الاهلي ما تخافش على الاهلي. فالجماهير عملت ده. هتكلم بقى في نصايحي للجماهير في المباريات دي: اعمل ده وساند ده. في فريق يقدر يضغط، احنا بندردش مع بعض النهارده عشان نعرف احنا رايحين نعمل ايه. اربع حاجات هتكلم فيهم. هو احنا ما نقدرش بتاريخنا ده نجيب الاي دي وننزل الملعب ونعمل نفسنا اللي احنا بقى كبوهات وبتاع ونحيي الجماهير، لكن ده انا بشوفه تحت مربع اللي راح اخد لقطه. وفي مباريات كبيره مش محتاجه غير الاهلي يكسب. الاهلي اللي اهم مننا كلنا، هي دي الحقيقه. الاهلي اللي اهم مننا كلنا. فانا هتكلم في بعض النقاط اللي تخص الجماهير في المدرج اثناء المباراه. انا 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 لو حد يفهم كلامي غلط انا اعتذر عنه. انا ما اقدرش املى على جماهير الاهلي حاجه، لان انا عارف اللي هي بتحب فرقتها ازاي وبتشجع ازاي والناس، لكن انا بتكلم في نقاط فنيه هتفيدوا فيها الفريق المباراه دي. لان انا شفت كده من البدايه كان في ضغط، الاهلي ضيع هجمه، الجماهير على طول لعبه مع لعبه خطوه بخطوه كانوا عاملين كده. المباراه دي ايوه اعمل كده، لكن لازم تهدي الريتم بتاعك شويه. تغني وتفرح، لكن في وقت لعبتك لازم يوصل لها. كل لما يقع فنيا انت تقومه. اللي يغلط تسقف. زي انا عجبني جدا مثلا لقطه وليد ازارو، يا جماعه انتوا لو شفتوا الجماهير عملت معاه ايه. كل حاجه قلناها هنا قبل المباراه اللي فاتت الجماهير عملتها، كل حاجه، الاغاني، التشجيع، لان احنا منكم ومش بنزايد عليكم ولا انتوا بتزايدوا علينا، هي دي الحقيقه. فوليد ازارو اول ما نزل الجماهير، وليد قبل ما يجيب الاهداف رجعت للعيب الثقه بتاعته قبل مدربه. بقى لو مدربه عالج له الاخطاء، فانت اللعيب وانا نازل انا بكلمكم باحساس لاعب. لو انت هاجمتني ولا زمت عليا في مباراه زي دي انا بحبط، عايز افرحك لكن بفقد من تفكيري، بفقد من تركيزي، بفقد ثقتي في نفسي. انا بكلمكم ككابتن سابق كان بيحصل معانا المواقف، لكن لما جمهوري عملت باص غلط ويروح مسقف لك انت بتقول لا ازاي اللعبه اللي بعدها اغلط تاني، ده الناس بتديني الثقه فلازم افوق. فده اللي حصل مع وليد، انت اديته الثقه قبل اي حاجه هو وكل زمايله. عشان كده شفنا محمد هاني تالق بشكل كبير، شفنا كل عمرو السوليه، وليد، اللعيبه كلها كانت فورمه عاليه اول ما شافوكوا. فنساند بدون ما تشجيعنا يبقى في ضغط التسرع، التسرع يخلينا نغلط ولا قدر الله يحصل حاجه في المباراه. لا، انا اللي انتوا عملتوه ده 10 على 10، لكن في وقت الفريق لما رتمه يقل، لان مش كل المباريات هنكسب 6. دي الرساله المهمه جدا جدا لجماهيرنا. اما في بعض الحاجات اللي هتكلم فيها المره اللي فاتت هنقولها تاني النهارده. اللي رايح ومش هيموت نفسه تشجيع فقط ما يروحش، سيب التذكره لحد رايح افريقيا اهلي ويشجع ويغني ويكون حافظ الاغاني، لكن رايح بقى نشيت واحنا قاعدين ونتكلم في سلبيات ما تروحش. لو هتروح وهتفضل قاعد ساكت وايدك على خدك، مش جمهور الاهلي اللي بيعمل كده في النهائيات. جمهور الاهلي العب يا اهلي، جمهور الاهلي على الحلوه والمره معاه، جمهور الاهلي من ثالثه شمال، جمهور الاهلي جرب تدخل الاستاد، جمهور الاهلي اربع حروف، وهو ده جمهور الاهلي. جمهور الاهلي اللي بيساند النادي الاهلي ده فريق جبار. ايوه فريق جبار وفريق محترم وفريق ان شاء الله هيسعدنا ويفرحنا. فمن هنا
الحاجات الايجابيه. فاللي هتروح ومعاك تذكره وراح تحط ايدك على خدك، دي مش مباراه النهارده اللي ايدي على خدي لان البطوله غابت عننا. فعشان ترجع، ترجع بيكو بمساندتكم بدعمكم، ونفتكر اللي فيه شوطين بس احنا عايزين نخلص من هنا. لما انتوا تعملوا ده واللعيبه تسمع شويه الرسائل اللي جايه، والمدير الفني اكيد الكابتن حسام عاشرته كتير واعرف تفكيره كتير واحترم تفكيره في المباريات الكبيره، هنقول له برضو بعض الحاجات. ولكن انا بتكلم على الدور الايجابي، لان انت دورك الجماهير لما يبقى دورها ايجابي انا بقول لكم ما تخافوش، لان اللعيبه بتعمل لكم الف حساب وعارفه ان انتوا السند الحقيقي للاهلي. فاللي رايح مره ثانيه راح يتصور، راح يحط ايده على خده، راح يشيد في المدرج، لا المباراه دي كله يقوم يشجع. انا اول مره في حياتي اشوف مقصوره النادي الاهلي بتشجع. دايما عارفين قاعد رسمي شويتين انا شفت ناس في الهدف الاول بتعمل ده والهدف الثاني بتعمل ده، وما فيش حاجه، ما كانش في حاجه اسمها مسؤول، كان في حاجه اسمها كلنا اهلي. طب اقول لكم على حاجه انا ما كنتش عايز اتكلم فيها. عايزين تعرفوا مبادئ الاهلي الحقيقيه وصدقوني. مهند مجدي راح فين؟ كان مع المهندس محمود طاهر، والكلام في القوائم هو مع المهندس محمود طاهر. مين اللي كان قاعد جنب المهندس محمود طاهر؟ المجلس، المجموعه بتاعت المجلس السابق بالكامل. عارفين الجماهير عملت ايه اللي بتحب الاهلي اكتر من الجميع؟ اللي على الاقل اللي شاف اول ما لقاها دي قالوا جمله واحده، قال لك هو ده الاهلي، هو دي مبادئ الاهلي، هو دي الاهلي واخلاقياته. وقعدوا بصوا للمقصوره، انا شفت لان انا كنت قاعد معاهم، والناس راحت جايه مسقفه. هي دي الناس اللي ما بتزايدش. والله انا بنقل لكم موقف شفته والناس عملته، واي حد معترض على اللي انا بقوله يدخل معانا نفتح لكم التليفونات وقولوا، وقولوا احنا بنكذب او بنقول للجماهير حاجه غلط. هو ده، ما تقالش بقى مين مع مين ولا فين ومش عارف، اتقال الاهلي لازم يكسب. فربنا نصرنا ووفقنا، جبنا الاول التاني التالت، الناس بقت كلها اللي ما تعرفش بعض واللي يعرفوا بعض بتحضن بعض وبيبوسوا بعض عشان خاطر الاهلي. الاهلي اسمى من حاجات كتير بتتقال، صدقوني. في لحظات كده تاريخيه لازم تنسى كل حاجه ورا ظهرك وتفكر، ونفكر كلنا في المصلحة العامة. المصلحة العامة ان الاهلي الكبير العظيم يبقى في المكانة الكبيرة والدنيا زي الفل وجميلة. ليه بنحاول نخليها سودة؟ وليه بنحاول، ليه كمان على المستوى العام ما بنعرفش نفرح؟ ما بجد بحس بكده. يعني انا الاستاد الناس فرحانة وماشية وسعيدة، ومن تاني يوم يلا نسد السكاكين. مفيش كده، ما اتعلمناش كده والله. انا بكلمكم في حاجات الواحد عاش فيها. لكن خلونا في موضوعنا افريقيا يا اهلي. انا مرتبط ليه؟ لان نقلت لكم حاجه، شفت ناس بتفرح بتجري في المدرج قاعده هنا راحت مدرج تاني عشان الاهلي جاب الهدف السادس. السادس مش متخيلين الاهلي يكسب سته. هو رايح مين يقول الاهلي يكسب سته؟ اه النادي الاهلي يعملها مره واثنين وثلاثه واربعه ومليون، لكن مباراة كبيرة في قبل النهائي. ربنا يوفق التوفيق ده وربنا يكرم الكرم ده، ألف حمد وشكر. يبقى في حاجة صح، يبقى في إخلاص، يبقى في تعاون، يبقى في احترام، يبقى في ناس حاسة بالمسؤولية. دي رسالتي لجماهير النادي الأهلي، لكن تشجيعكم أنا عارف هتعملوا إيه أساسا، وببقى فخور باللي أنتوا بتعملوه. وحاجة كانت تشرف اللي ما كانش في استاد برج العرب في مباراة النجم الساحلي، فاتوا كتير قوي قوي صدقوني. اللي ما كانش في استاد برج العرب في مباراة النجم الساحلي ما شافش لحظة تاريخية في تاريخ النادي الأهلي والله العظيم. ايه الشكل ده وايه الجمال ده وايه التشجيع ده وبعد ايه بعد غياب ده؟ احنا جينا وقت نسينا التشجيع. كنا بنلاقي قطط في المدرج بتمشي ونقعد نصورها نقول الحمد لله لقينا حد في المدرج اهو موجود. وكان بيحصل امور صعبه ومفيش جماهير. وما دام بتكلم على الجماهير هلمس بس قبل ما اروح للاعبين، هو فين عوده الجماهير يا سياده الوزير؟ انا ما بنساش. ولما بنحط موضوع في دماغنا والنبي لو حصل ايه يعني ما بننساهوش، هنكمل يعني هنكمل. حضرتك وعدت
بعد تاني يوم الفيديو موجود معانا تصريح عودة الجماهير واستغلال الوصول لكأس العالم والجماهير هتبقى موجود فين؟ الدوري بيتلعب مدرجات خاوية، مدرجات فاضية. مش حضرتك وعدت يا سيادة الوزير؟ والوعد ده اعتقد المرة الـ40 او حاجة، التصريحات كلها جبناها وعديناها. فين الجماهير؟ فين الاهلي يطلب اللي هو عايزه بقوا 50,000 واحنا اتكلمنا الاستاد يتملي، الاهلي بيلعب باسم مصر ولو حصل مشكلة حاسبونا احنا. اسجنونا وقولوا انت واحد بتتكلم في امور مش بسيطة، احنا متحملين مسؤولية. بس فين الوعود؟ هو ده اللي انا بقوله. الكلام في الكواليس حاجة وفي قدام التلفزيون حاجة تانية. وده الحمد لله رب العالمين اللي احنا مش بنعمله. عودة الجماهير مطلب جماهيري. الكرة للجماهير. الكرة مش لأي حاجة تانية، الكرة للجماهير. الكرة للجماهير. حضراتكم اللي وعدتوا وحضراتكم اللي قلتوا وما تنفذش حاجة. ما تنفذش حاجة. ودايما انا بقول لازم نتحرك في الساعات الاخيرة، دي ثقافة لازم المسؤول يغيرها، لازم المسؤول يغيرها، لازم المسؤول يعمل اجتماعات، لازم المسؤول يكلم الشباب، لازم المسؤول يتحاور مع الناس، لازم المسؤول ما يتدخلش في انتخابات او غيره، لازم المسؤول يبقى على الحياد مع الجميع، لازم المسؤول يقول حاجة قدام الاعلام تتنفذ، لازم المسؤول لما يقول عودة جماهير ترجع من بكرة. وبالمناسبة لما يبقى فيه مسؤول بيوعد وبيقول كذا الجماهير هترجع يوم كذا خلاص اخدنا القرار، ما هي الحياة او سنة الحياة اللي ما فيش واحد بيقعد على كرسي مدى الحياة يعني. فلما يجي حد تاني بعد ربنا يوفقك وتقعد الوقت اللي حضرتك عاوزه، انا ما بتكلمش في كده، ولكن انا بتكلم على فكرة واحدة، هتلاقي التاريخ بيكتب في عهد خالد عبد العزيز رجع الجماهير بعدد كامل، كانت الخطوة الأولى كانت محترمة وبعد كده زودوا العدد زي ما حضرتك قلت، لكن مفيش خالص، صعب قوي. الناس هربت للدورات الأوروبية مش عارفين، أتحدى لو جبت على الأقل نجومنا وقلت له عد 10 لعيبة في كل فريق، هيقول لك 2-3 في كل فريق ومش هيعرف بقية الفريق. لأن الجماهير مش موجودة. الجماهير مش موجودة. وللاسف نروح لما نيجي ناخد قرار عشان الجماهير ترجع نروح نقعد نعمل اعداد مع انديه الشركات اللي ما عندهاش جمهور. ده حاجه انا ما اعرفش اضحك على الناس. اعرف اقول لهم في الحقيقه لما تجيب لي 6-7 شركات تقعد معاهم رؤساء انديه قصاد 4 انديه شعبيه، ما على مائده الحوار مين اللي كلامه هيمشي؟ ما هم الاغلبيه، يبقى ما فيش اراده عوده الجماهير. دايما بقول لازم عشان اخد قرار، يعني لما باجي اناقش قضيه على عوده الجماهير معايا الخيوط كلها، لما اجي اتكلم عارف بكلم مين وبقول ايه واتقال ايه ومذاكر. عندي اراده اتكلم في موضوع، لو انا خايف او انا ما عنديش حاجه اقولها فالمس وابعد ما اتكلمش. فهنا اللي عايز ياخد قرار لازم داخليا وهو بيفكر يبقى عنده الاراده لعوده الجماهير. مش هقول كلام ومش هيتحقق. طبعا طبعا محدش هيشوف ولا حد هيسمع غير المصالح، غير المصالح، وبيعتمدوا على اللي الناس بتنسى، لكن احنا ما بننساش. لان مهنة الاعلام دي شرف وضمير، شرف وضمير ورسالة، وبنخاف ربنا. فاحنا بنتكلم اللي احنا سمعناه ومعانا كل حاجة متابعين ومنظمين شويتين. فمن هنا فين عودة الجماهير اللي اتقالت بعد وصولنا كاس العالم؟ مفيش مفيش. الاهلي مش عارف ايه وخش ولا وباطل و و و عملنا الكلام ده كله، وفي الاخر انتوا اللي بتقولوا بلسانكم الاهلي عنده حق. كان عنده حق لما يحصل تضارب مصالح الاهلي عنده حق، رغم ان في ناس مننا ومن لحمنا ومن دمنا ولوننا ويعرفوا تاريخنا واخلاقياتنا اتهمونا في كل حاجه وقبلنا، وفي الاخر اهو وعرضت لكم كام حلقه بالورق وبالكلام ومش احنا اللي بنقول، قلت لكم احنا رد الفعل، لا يعمل حاجه هنرد. زي بالظبط فكره
انا اسف اللي بخرج على الموضوع، انا عايز اقول للعيبه رساله مهمه ولا بس كان مهم جدا ادردش معاكم، دي حلقتكم النهارده يعني، هقرا رسائل كتير جدا لكن عايز اقول لكم حاجه مهمه. كل شويه ينزل يقول لك قناه النادي الاهلي فيها الصغار. طب يا عم يا كبير انت مالك؟ قناه الاهلي مش عارف فيها مين يا عم انت مالك؟ قناه الاهلي مش يا عم انت مالك؟ سيبنا نكلم جمهورنا، سيبنا نقول عوده الجماهير ما دام انت خايف، ما دام البرامج انتوا ملاكي، سعاده الباشا سعاده البي يا مش عارف، احنا ما بنعملش كده لان احنا الاهلي كبار. الاهلي علمنا تبقى كبير، لما تيجي تتكلم باسمه تبقى كبير، ولما تتكلم تتكلم مع الكبير. هو الاهلي علمنا كده، ما علمنيش تمام كل حاجه زي الفل، لا علمني اسمع واشوف الكلام صح ولا غلط واناقش، تناقشني ويبقى في حوار معايا عشان تقنعني، ولو ما اقنعتنيش هقول لك لا انت غلط، لكن ما علمنيش اقولكوا على كل حاجه تمام. ومن هنا قناه الاهلي فيها رجاله محترمين، كل اللي موجود من اصغر عامل بتاع بوفيه لغايه اكبر واحد، وبيشتغل بضمير، ما ناخدش اوردر من اي مخلوق، مين يبقى موجود ولا مبقاش، مين ما بقاش موجود. سيبوكم الكلام ده وما تصدقوش الكلام ده، دي اهداف انتخابيه وفي مصالح، مش احنا اللي بنحط ورانا اعلانات مرشحين نازلين. وابقى في موضع الشبهات، لو انا حد عمل في برنامجي كده هعتذر، اقول لهم طلعوني من ديكور تاني، مفيش حد اتحط ورانا. انا ما اتحطش في الوضع ده ابدا، ولا الاهلي علمني كده، ولا بيتي علمني كده، ولا اخلاقي كبني ادم تعلمني كده. عشان كده بقول لكم خلي بالكم، مش كل حاجه تتصدق وتمشوا عليه. ما صدقوني انا امين معاكم، لكن ده وقت الافريقيا يا اهلي. انا اسف اللي انا خرجت، انا قلت عندي حاجات هلمس عليها، لكن بعتذر مره تانية اللي انا فتحت حاجه كده مش وقتها، ولكن عشان اعرفكم. لكن من غير ما اقول جمهور الاهلي بيحب كل حاجه فيها لوجو الاهلي. وفي ناس تيجي تقول لك ايه، والله العظيم انا امين معاك جدا، قابلت حد وانا رايح المباراه قاعدين نهزر وبتاع، قال لي يعني قناه الاهلي ومش عارف ايه، وعمال يحكي لي هو اللي هو ما بيشوفش، وفي خلال 10 دقايق وقفوا معايا كنا بنشرب كده انا شويه نسكافيه وبتاع، لقيته بيحكي لي مثلا ايه زياده عن 15 حلقه. طب منين انت ما بتشوفش وحافظ البرنامج يعني فانت بتقعد تسمع، وعشان احنا بنفكر اي حد بيعمل معاك حوار وبيتناقش معاك فتقعد تسمعه، وبعد ما تسمعه تشوف كلامه، فخلاص بتفهم اللي هو في ناس مسيطره على تفكيره، مسيطره على عقله، وبتقعد توديك شمال ويمين. شفتوا زي موضوع اتحاد الكوره، قال لك اختراق القانون مش عارف ايه وبتاع، وفي الاخر كلام الراجل مشي هاني ابو ريده، لانه وصل لكاس العالم نقول له ايه ولا ايه ولا ايه. معانا الكابتن مختار، مين معانا يا جماعه؟ خلونا كمان واحد نسمع من كبار النادي الاهلي ومن ابنائه المحترمين، واحد من افضل المدربين في مصر. كابتن مختار، مختار برحب بحضرتك، وهتقول للكابتن حسام البدري واللاعبين ايه يا كابتن مختار؟ الله يخليك يا شيخ، اقول لهم ربنا يوفقكم ان شاء الله، وده يعني احنا محتاجين فرحه تاني تفرح نفرح بيها الناس ونسعدهم، لان واضح ان احنا بنمر بازمات كتيره جدا، فيعني الحاجه اللي هي بقت موجوده دلوقتي على الساحه بتفضحنا هي يمكن كره القدم. فاتمنى ان شاء الله رب العالمين ان هم يعني يبعتوا لنا بسمه كده الناس يعني تلم الناس تاني وتجعل لهم حاجه حلوه كده في حياتهم، وتجعل لهم بسمه يمشوا بيها كده حتى فتره لغايه ما نخش في حاجه تاني جديده ان شاء الله رب العالمين. كابتن مختار، حضرتك نجم كبير وجبت بطولات كتير، وانت شفت الشكل الجميل لجماهير النادي الاهلي، تنصحهم تقول لهم ايه في المباراه دي يا كابتن مختار؟ والله صراحه جماهير النادي الاهلي دي مش محتاجه اي نصيحه، لان هم بفضل الله بيعملوا كل حاجه. يعني حاجه صراحه تفرح، وحاجه يعني صراحه بتخلي الواحد يتمنى ان هو يكون موجود في هذا الجو الهايل. يعني ما في يعني صراحه من الحاجات اللي بتتحسب لجمهور النادي الاهلي انه عنده ثقه في فرقته لابعد الحدود. صح.
والثقه دي اكيد ان هي بتولد طاقه هايله جدا جدا للفرقه وللمدير الفني وللنادي وللاداره، وبتخلي يعني في يعني دايما الامل موجود حتى لو في حصل تعثر كده. فالواحد يقول لهم ايه؟ يعني استمروا على هذا الامر، ويعني اكيد ان ده امر صراحه من الايجابيات اللي انتوا بتعيشوهالنا في الماتشات اللي احنا ساعات بنتعصب فيها، وبعدين على طول بتلجع لينا بشكل فيها ايجابيه بمساعدتكم وبجدعنتكم وبالحشد الرهيب اللي انتوا بتعملوه ده. يعني اتمنى ان شاء الله رب العالمين ان 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 زي ما انت قلت في الاول ان حسام واللعيبه يبقوا عايشين في الكلام دوت، ويحاولوا ان هم يساعدوا الناس دي بشكل كويس. ان شاء الله متفائل يا كابتن مختار. ان شاء الله متفائل طبعا، يعني اكيد ان احنا لما بنوصل لهذا الامر صعب جدا ان هو يعدي مننا، لكن توفيق ربنا سبحانه وتعالى فوق كل شيء. يعني اكيد ان احنا يعني ما شاء الله النادي الاهلي عنده اسباب كتير قوي، ودايما بياخد بالاسباب، لكن فوق كل الاسباب ديت هو التوفيق. اتمنى ان شاء الله يكون التوفيق حالفنا ويكون في يعني بسمه كده لجمهور النادي الاهلي، مش لجمهور النادي الاهلي بس، لمصر كلها ان شاء الله. كابتن مختار مختار المدير الفني الرائع لفريق الانتاج الحربي، واحد من نجوم النادي الاهلي، واحد كان معجيل محترم، بشكرك شكرا جزيلا. هو ده ولاد النادي الاهلي اكيد هدفهم المباراه، ما فكروش في اي حاجه تانية. كابتن مختار مختار كلام مهم، كلام محترم، وهقول دلوقتي رسائل اللاعبين مره اخرى في المباراه المهمه. كابتن هاخد منها كلمه قالها كابتن مختار جميله جدا، عيش في المباراه. ما ينفعش نفضل خلاص لازم اخرج مباراه النجم الساحلي، لان دي مباراه للذكرى، مباراه للذكرى انتهت وفي التاريخ اتكتبت خلاص انتهى، احنا ما خدناش البطوله، فلازم اعيش في مباراه الوداد، وده دور الكابتن حسام على حته، كمان دور اللعيبه الكبير. المباراه دي بتحتاج ثلاث حاجات: الهدوء في البدايه، الصبر، روح الفانيلة النادي الاهلي. طول ما في روح ما تخافوش على اللعيبه، محتاجه صبر، هدوء، الروح فانيلة النادي الاهلي لازم تبقى موجوده من البدايه، لان جمهورك هيبقى معاك وجمهورك هيساندك وجمهورك هتلاقيه داعم بشكل قوي. وكمان اللي انا عايز اقوله، احيانا في بعض المباريات هنتكلم بصراحه، في النهارده عندي لعيب غير موفق في المباراه مثلا، اول باص اتنين لازم لعيبه يتكلم معاه زميله، لازم يتكلم كابتن الفرقه في الفريق، لازم المدرجات كلها تسمع صوته ويزعق اللي هيبقى كابتن الفريق في المباراه دي، لازم يتكلم ويزعق مين يمين مين شمال، غطي. ما قلت لكم احيانا او طول الوقت لما يبقى في لعيب ممكن يغلط وانت بتكلمه بتصحح من موقفه جوه الملعب، دي كوره، ده كلام كوره، وكمان بتدي ثقه للاعيبتك. الكابتن الفرقه بيتكلم اللعيبه الكبيره دي بتدي ثقه جوه المباراه. الحاجه المهمه اللي لازم لعيبه النادي الاهلي تفكر فيها وبمنتهى الهدوء، لازم لما ان شاء الله تجيب هدف تجري على الشبكه وتجيبه، عايز اخلص هنا، ده تفكير لازم يبقى في مربع كده معانا كلنا كلاعيبه، لازم افكر في ده بهدف اتنين تلاته وادور على الرابع وادور على الخامس. مش عيب، مش عيب، لان لما بنزل بتخطيط وفكر انا عايز اعمل ده هتعمله، لكن لما بسيب الامور انا مش عايش فيها مش هتحصل. ده مهم جدا لما الرساله تبقى جوايا انا عايز اخلص هنا، عايز يبقى تفكيري الهدف الاول، لا ادور على الثاني انا لسه ما عملتش حاجه، ولما ادور على الثاني ادور على الثالث، مش عيب. هو ده التفكير السليم اللي خرجني من القصه، لكن بنثق فيكم انتوا لعيبه رجاله في كل المواقف الصعبه، شرفتونا وكنتوا رجاله بمعنى الكلمه وعمركم ما خذلتونا، دي الحقيقه. كمان الكابتن حسام البدري رسالتنا ليه، كابتن حسام في المباريات الكبيره هو كبير، بتلاقيه هادي، صدقوني اكتسب خبرات كبيره جدا حتى على مستوى التغييرات اللي بيعملها. بنثق فيك، بندعمك بكل قوه، وان شاء الله انت وفرقتك كابتن حسام وجهازك الفني ومدلكينك الموجودين والجهاز الطبي، كل الناس كل الناس على قدر المسؤوليه وقدر جماهيركم. فعشان كده ربنا هيوفقك كابتن حسام انت والفريق وجماهيرك ان شاء الله، لان هو مش دور الكابتن حسام بس ولا دور اللعيبة، لا وكمان الجماهير دورها مهم زي ما انا اتكلمت في البداية.
عايز كمان دلوقتي هروح بحضراتكم قبل ما نقرا شويه رسائل، ولا اقرا شويه رسائل عشان الجماهير بعت لنا كتير جدا. خلونا على صفحه شادي محمد الكره والجماهير على الفيسبوك، بعت لنا كتير جدا جدا، ناخد مجموعه سريعه عشان الناس كذا مره تبعت لنا ما تقروش رسائلنا ليه، فاحنا بنعتذر لكم وانتوا دايما على العين والراس. في اهلاوي انا، هو ده اسم البروفايل، بيقول نزلوا 50,000 تذكره على الموقع وقالوا انهم خلصوا بالكامل لسه. يا جماعه باختصار باختصار، في عدد كبير جدا بعد دخلنا مداخلات قبل كده اللي هو شيرين شمس ووليد مهدي، قلنا السيستم بيحصل فيه ايه، في حد بيدخل بكذا اسم مثلا، فده هتلاقيه مش هيعمل لك القصه دي بالايميل الواحد، وهو تيكت او الكارنيه اللي معاك بتاخد بيه التيكت، ففي اول ما العدد بيخلص هو السيستم بيقفل لوحده، فهنواجه مشاكل في الاول. لكن خليني اقول حاجه ايجابيه، لما بيبقى معاك تذكره وتروح تشجع اخدتها، المره الجايه هيبقى اللي بعدك وهكذا وكذا. يعني دلوقتي عايزين نتكلم افريقيا يا اهلي، مش عايزين نتكلم، اكيد اكيد كل الجماهير هتاخد تذاكر والكل هيبقى في حلول، لكن عايزين نبقى منطقيين في كل حاجه. خلينا برضو نتكلم في معانا الاستاذ يوسف صابر كابتن شادي، ان شاء الله الاهلي هيكسب، ويا ريت يا كابتن والنبي نفسي احضر الماتش، انا عارف مش عارف اجيب تذاكر. هي نفس الفكره، اول ما بنتكلم على رسائل تلاقي تذاكر كتير جدا. انا بتكلم يا جماعه اللي يبعت رسائل ادعم الكابتن حسام، الكلام ده بيوصل لهم، ابعت اللعيبه تقول لهم ايه ده كمان مهم، مش فكره التذاكر بس، التذاكر هنروح وناس هتروح وهتاخدها، وهي فكره الاهلي 70 مليون او 65 مليون والمطبوع 50,000، هيبقى في مشكله، هيبقى في مشكله، لكن بتكلم بمنتهى الامانه اللي يروح يشجع ويساند، عايز دعم للجهاز الفني، بعتوا لنا ده، عايز دعم للعيبه. في مصطفى روما، كابتن شادي انا بحب النادي الاهلي جدا وهروح واساند الفريق، بعت اكتر من رساله. علي الديب، ان شاء الله هنفوز وبالتوفيق لرجاله النادي الاهلي، وتعالى تعالى تعالى نكسب افريقيا، هو بيغني بيقول كده. في محمود البرماوي، يا كابتن معترض على حاجات بتحصل في بعض البرامج، لا ده مش وقته، ده وقت افريقيا يا اهلي، انا اسف مش هقدر اقول الرساله، افريقيا يا اهلي. في كمان عبد الله فرج بيقول ان شاء الله النادي الاهلي، يا كابتن شادي ان شاء الله الاهلي هيكسب وجماهيره هي ظهره، وافتكر كلامي هنكسب فوز محترم وفوز كبير. في اميره ميرو، ان شاء الله يا كابتن شادي هنكسب وهناخد البطوله وكمان هنحسمها من هنا، هو ده التفاؤل، برافو عليك يا اميره. في كريم هشام بيقول والله الواحد نفسه يحضر الماتش، والوداد فريق خلي بالك كابتن شادي مش سهل، لازم نركز بشكل كبير. في احمد كمال، انا مش هتوقع اي نتيجه، لكن لازم تفهم كابتن شادي ان كمان الوداد بيعمل للنادي الاهلي وسط جمهوره الف حساب، برافو عليك، وده يدينا كمان ثقه، احنا فريق كبير فريق محترم، وفي المباريات الكبيره بنظهر بشكل مختلف. في اسلام مصطفى، ان شاء الله فوز النادي الاهلي يا كابتن شادي، ونفسي يبقى معايا تذكره اروح بيها الماتش. طبعا انا اتكلمت في الموضوع ده والناس وضحوا معانا في اكتر من مداخله. في سعيد بلح، مساء الخير يا كابتن شادي، انا سعيد بلح، ان شاء الله النادي الاهلي يكسب 2-0 من النجم، ولازم يلعب بحذر شديد جدا جدا. في احمد ابو زيد بيقول ان شاء الله 3-0 النادي الاهلي ببرج العرب، وفي المغرب 1-1. سجل الكلام ده، انا موافق، لو حصل كده ليك عندي كارنين المباريات، وليك عندي كمان تيشيرت النادي الاهلي. محمد الخياط، 3-0 ان شاء الله يا كابتن شادي. في احمد زكي، باذن الله يا كابتن شادي اللعيبه هيكونوا رجاله وقد المسؤوليه وهنكسب فوز كبير. في عمرو جابر، في حد، انا اسف الرساله تاهت مني العدد عمالية. في محمد حبيشه بيقول هبعت لي الرقم، عايز يقول لي حاجه، ماشي يا محمد. في محمود سعيد غينيا اسمه كده، ان شاء الله النادي الاهلي هيفوز فوز كبير. في حسن برجاوي بيقول النادي الاهلي 2-0 يا كوتش، وسجل الكلام ده كله. محمد صابر، انا مش شرقيه وبحب النادي الاهلي، والاهلي ان شاء الله هيكسب فوز كبير. اسلام ابو خليفه، 3 للنادي الاهلي. في النادي الاهلي، محمد عاطف، سعد سمير وازارو، هدفين للنادي الاهلي، يا رب يا رب ان شاء الله. ميدو الشناوي، ان شاء الله البطوله اهلاويه في المواقف دي يا كابتن شادي، والاهلي وسط جمهوره، وما تخافش على الاهلي زي ما حضرتك بتقول. في كمان هاني
بيقول ان شاء الله هنكسب افريقيا وان شاء الله لعيبه هيكونوا رجاله واحنا مش هنتخلى عن فرقتنا. في كمال كروم ان شاء الله النادي الاهلي هيفوز 2-0 وحاطط علم مصر كده على الاكاونت بتاعه. في كمان تامر نصر احلى تحيه لاحلى برنامج احنا بنحبه بيتكلم بصوت الجماهير. وكمان حبيبه كابتن شادي ان شاء الله هنكسب. ده ابراهيم عبد الله البياضي اسم الاسم اسمه كده. في حسن عبد الله النادي الاهلي ان شاء الله هيفوز فوز مهم جدا. ده مجموعه من الرسائل هنقرا بعد شويه. كمان معانا احد النقاد الرياضيين والصحفيين المحترمين جدا من المغرب الاستاذ عبد الحميد بن يحيى. استاذ عبد الحميد برحب بحضرتك. اهلا استاذ صباح بخير، مرحبا. تحياتي لحضرتك على شاشه النادي الاهلي. عايزين حضرتك تنقل لنا الصوره، الصحف المغربيه بتتكلم ازاي على المباراه النهائيه ما بين فرقتين كبار، فريق النادي الاهلي وفريق الوداد المغربي. اذا بدايه استاذ انا احييك واحيي جميع المصريين المتابعين لقناه الاهلي، لها صدى كبير هنا في المغرب ومتابعه كبيره بطبيعه الحال. هي تمثل نادي كبير وعظيم سيواجه فريق الوداد البيضاوي يعني يوم السبت ان شاء الله، ومتابعين لاخبار النادي الاهلي عبر هذه القناه. بالنسبه لمباراه يوم السبت، الصحافه المغربيه ربما وجهت بوصلتها خلال الاسبوع باكمله مباراه مهمه جدا التي ستجمع ان شاء الله بين الفريقين الاهلي والوداد البيضاوي. بالنسبه لفريق الوداد البيضاوي، ربما الصحافه المغربيه كلها تجمع على ان المباراه لن تكون سهله. اولا لاننا نواجه فريق عتيد، فريق فاز بثمان كؤوس في هذه البطوله، فريق وصل الى نهائي هذه البطوله 11 مره، يعني صعب ان نقارن ربما بين تاريخي الفريقين، حتى فريق الوداد البيضاوي ربما هذه المره الثانيه التي يصل فيها الى النهائي، ربما وصل قبل ذلك وفاز بالبطوله، هذه المره الثالثه عفوا، وصل الى النهائي مع الترجي الرياضي في عام 2011 ولم يستطع الفوز باللقب. اليوم بعد وصوله الى مباراه النصف النهائي العام الماضي لم يحقق المرجو طبعا، وهو اليوم يبحث عن الفوز ربما بهذا اللقب الغالي. الجماهير المغربيه عموما والصحافه ايضا ترى بان المباراه صعبه عفوا، من منظور انه فريق الاهلي وصل الى النهائي بفوز تاريخي بسداسيه على فريق النجم الساحلي السداسي، لكن في المقابل المغاربه يرون بانه لم يفز فريق الاهلي بتلك القوه والشراسه التي كان من المفترض ان يفوز بها فريق عتيد وقوي مثل الاهلي، نظرا لضعف ربما كلنا راينا ضعف في دفاعات فريق النجم الساحلي، وهو ما لم يحصل اعتقد انا شخصيا في مباراه النهائي مع الوداد البيضاوي. تمام. حضرتك يعني بخليني، حضرتك قلت حاجه حلوه قوي عجبتني. دايما الاشقاء واحنا بنتعامل مع بعض قلت لي فريق النادي الاهلي فريق عتيد، فريق قوي وحافظ قد ايه فاز البطوله، وهي دي العلاقه في كره القدم اللي بنتكلم عنها. انا بحييك على الكلام ده، واحنا كمان كقناه النادي الاهلي قناه رسميه تتكلم باسم الاهلي بنحترم يعني كرأي او شيء من هذا القبيل. هو التاريخ موضوع الكل يعلم هذا التاريخ. اللي انا عايز اقوله كمان، وخليني عشان الاعلام دايما لازم ينقل الصوره الطيبه اللي تقلل من عصبيه، انت عارف كره القدم جزء منها بيبقى فيه بعض العصبيه وكل واحد بينتمي لفريقه، لكن كمان احنا بنحترم فريق الوداد وبنحترم مدربه وبنحترم اللاعبين. وانا اعلم فريق الوداد عنده تاريخ كبير جدا جدا في المغرب. اللي انا عايز اعرفه من حضرتك، حضرتك قلت لي النجم الساحلي ما كانش ظاهر في المباراه بشكل لائق دفاعيا، وقلت لي اللي كمان فريق الوداد اكيد تابع المباراه ومش هيكون بنفس الشراسه او بنفس الضعف خلينا نقول في اللي ظهر بيه دفاعات النجم الساحلي. حضرتك اكيد بتتواصل مع الجهاز الفني وتصريحات الجهاز الفني في الاعلام في المغرب قبل ما الفرقه توصل هنا، قالوا ايه عن المباراه؟ هو كانت تصريحات ربما مهمة من الأخيرة، خصوصا بعد مباراة اتحاد العاصمة، ولم يفلح في بعض التصريحات المدرب عموتة عندما
ربما قلل من شأن بعض المدافعين خصوصا في الجهة اليمنى واليسرى، وربما انتقدها بشكل كبير خصوصا يعني نصير قال بأنه يعني يوجد فراغ كبير في هذه المنطقة الجهة اليمنى لفريق الوداد البيضاوي. لكن بالمقابل يرى بأنه فريق الأهلي لديه جميع الوسائل حتى ربما يكون في مباراة أصعب بكثير من مباراة اتحاد العاصمة، وهذا ربما يجني عليه الجميع. البعثة جاية إمتى إن شاء الله؟ البعثة انطلقت اليوم، ستكون إن شاء الله في على بعد 5 ساعات تقريبا إلى القاهرة وبعدها إلى الإسكندرية إن شاء الله. في غيابات فريق الوداد، لعيبة مؤثرة، لعيبة مهمة. هو فقط في الجانب الدفاعي كان طرد لأمين عطوشي، وأيضا أكتاو لم يكون حاضرا. ربما هذين الغيابين فقط في صفوف الوداد البيضاوي. أستاذ عبد الحميد بن يحيى الصحفي المغربي، أنا بشكر حضرتك جدا جدا على كلامك الرائع عن النادي الأهلي، وهي دي الروح والرياضة، بتقرب الناس ما بتفرقهمش أبدا، وبيتكلم عن النادي الأهلي بالشكل ده، حاجة محترمة جدا من الصحفي الكبير بالمغرب الأستاذ عبد الحميد بن يحيى. دلوقتي كمان سريعا هنروح لفقرة 100 سنة أهلي، نشوف معانا مين، ونرجع نقرأ رسائل حضراتكم ونتكلم في بعض المواضيع المهمة. تمضي الأيام والسنين ويفنى ما فيها، ولكن هناك شخصيات تبقى شامخة كالوجود بفضل أسمائهم وتاريخهم العريق، أفنوا حياتهم داخل جدران القلعة الحمراء، ولذا نواصل تقليب وتصفح فصول كتاب 100 سنة أهلي لنضع تحت الضوء شخصية من شخصياته المبهرة، لنتزود من صفحاتها معنى العطاء والاجتهاد والإيثار والفن والموهبة. هو واحد من أهم لاعب الباك الشمال في تاريخ الكرة المصرية، الذي نجح في حفر اسمه بأحرف من الذهب. هو أيضا من اللاعبين القلائل الذين جمعوا بين الموهبة والأخلاق. هو النجم الخلوق محمد عمارة، نجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الأسبق والمنتخب الوطني. تاريخه الحافل بالمحطات الكروية خير دليل على إمكانياته الفنية والبدنية التي جعلته ينضم للقلعة الحمراء في موسم عام 96 قادما من بلدية المحلة، ليستمر عمارة مع الشياطين الحمر حتى موسم 98، ليشق طريقه الاحترافي في هانزا روستوك الألماني قبل أن يرفض مجلس الإدارة في ذلك الوقت عرضا من نادي كوغال التركي بسبب المقابل المادي الهزيل والذي بلغ 300,000 دولار. وبعد تألق اللاعب اللافت للنظر في بطولة الأمم الأفريقية في بوركينا فاسو، انتقل اللاعب إلى البوندسليغا بمقابل مادي بلغ 600,000 دولار، ليرحل عن الأهلي بعد موسمين فقط من الانضمام إليه تحت القيادة الفنية آنذاك للألماني راينر تسوبل. ثم عاد من جديد بعد 4 سنوات قضاها خارج مصر بموافقة من البرتغالي مانويل جوزي في فترة ولايته الأولى عام 2002، ثم انتقل إلى المصري البورسعيدي عام 1، ثم أعلن اعتزاله. ويعتبر محمد عمارة أثناء انطلاق مسيرته الكروية أحد أفراد الجيل الذهبي لبلدية المحلة موسم 93 حتى موسم 96، لينتقل بعدها للأهلي ليبدأ كتابة تاريخ جديد له في صفوف القلعة الحمراء، ليحترف بعدها بموسمين في هانزا روستوك الألماني لمدة 4 مواسم ليحقق معه نتائج جيدة، كما تم أيضا تكريمه داخل النادي الألماني منذ شهور قليلة. انضم عمارة للمنتخب الوطني وتألق معه في عهد الراحل محمود الجهري، وحصل معه على بطولة كأس الأمم الأفريقية 98 والتي أقيمت ببوركينا فاسو، وفي تلك البطولة
حصل عمارة على لقب أفضل ظهير أيسر. فضل الجناح الطائر للأهلي محمد عمارة عقب اعتزاله اللعب في عام 2005 إلى الحصول على عدد من الدورات التدريبية، وحصل على الدورة الأساسية للمدربين 2005، ليبقى النجم الخلوق محمد عمارة واحدا من أساطير الكرة المصرية وحدوتة بارزة من حواديت القلعة الحمراء على مدار التاريخ والزمان. يشوفها وبيتفائل بيها جماهير النادي الاهلي وهي جوه الاستاد، حماس، روح، طاقه، تشجيع، منظر اكثر من رائع. جماهير النادي الاهلي جماهير محترمه، جماهير وفيه، هنلاقي الشكل ده واكثر. انا اثق في جماهير الاهلي دايما، في المباريات الكبيره تلاقي جماهير الاهلي تصرفاتها كبيره، بتدعم، بتساند، بتغني بكل قوه وبكل شراسه. كان معانا في ميت سلا الاهلي من شويه كابتن محمد عماره، فقره انا عارف اللي حضراتكم بتحبوها، بنكرم فيها كل ولاد نجومنا وكل رموزنا. كابتن محمد برحب بحضرتك. يا عم شادي التالتة شمال بالاستقبال. فريق كبير، فريق عظيم يا اخي. والله الواحد ما بيسمع الاتفاق دي جسمه بيقشعر فعلا زي ما انت بتقول كابتن محمد. اتفضل. فريق كبير وجمهور عظيم، يعني بجد جمهور عظيم، وعملوا تابلو هاير الماتش اللي فات الشهد، يعني دي حقيقة. كانوا من احد اسباب تألق النادي الاهلي طبعا بجانب كابتن حسام واللعيبه، ربنا يوفقهم ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن محمد حضرتك كنت معانا النهارده في 100 سنه اهلي، دايما بنكرم كل نجومنا اللي لعبوا بفانيله النادي الاهلي، حققوا بيها انجازات وفرحوا جمهورهم. من حضرتك كنت معانا في 100 سنه اهلي، حابب تقول ايه؟ اتفضل. اولا بشكرك يا شادي على انك انت يعني اخترتني ابقى موجود معاك في 100 سنه اهلي، ده واجب عليك. بشكر فريق الاعداد
وبالاخص مهدي طبعا عشان مهدي حبيبي، فبشكرهم كلهم. وعايز بس اقول رساله للكره والجماهير البرنامج بتاعك، يعني اتفضل. عجبني قوي وانت بتقول ان مهند كان موجود في المقصوره مع المهندس محمود. ممكن نتفق ونختلف في بعض الاراء، انما كلنا وكلهم بيجتمعوا على حب النادي الاهلي. خلوا الناس كلها يا جماعه، يعني احنا داخلين على مرحله صعبه جدا، مرحله انتخابات طبعا مش عايز اتكلم فيها، بس ايه، كل واحد ربنا يكرمه عضو عامل في النادي يختار الانسب الفتره اللي جايه للنادي، وده اللي احنا بنقوله، وبهدوء وبالشياكه وده اللي احنا تعودناه في النادي الاهلي. تمام. يعني مش معنى ان انا ابقى مش معاك يبقى ضدك، لا، خلينا نختلف بس نختلف بالاحترام. فانا بأيدك طبعا في كلامك، وفي نفس الوقت بشكرك لانك انت بتوضح حاجات كتير جدا لجماهير النادي الاهلي والاعضاء النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. فوجود المهندس محمود طاهر او اي مجلس بعد كده، يعني القناه اعتقد ان هي اسمها قناه النادي الاهلي، فحق اصيل ان انت اكتر واحد لازم تدافع عن حقوق النادي الاهلي واي حد ممكن يتعرض لو نقد بناء كلنا بنوافق عليه، مفيش اختلاف، كلنا متفقين لو في حاجه فيها نقد لازم كلنا نقبلها طالما هو نقد بناء، انما اي حاجه بتحاول تشوشر تهد طبعا كلنا ضدها. فيا رب يجمع اولاد النادي الاهلي كلهم كده على قلب رجل واحد، ويا رب كده برضه اولاد الزمالك يبقوا على قلب رجل واحد، وكلنا في الاخر مصر يعني. صح. يعني ربنا يوفق الجميع ان شاء الله يا شادي، ولو عندك سؤال انا تحت امرك يعني. كابتن محمد، فقرتنا سؤال معتاد في 100 سنه اهلي، كابتن محمد وعماره، اتعلم ايه داخل النادي الاهلي خلال مشوار؟ انا اتعلمت ايه؟ يا خرابي، ده حاجات كتير قوي. قول لنا كده كام حاجه. اتعلمت حاجات كتير بجد والله. يعني اولا انا بقى عندي نضج عن الاول كتير قوي قوي قوي. يعني مش انا اللي دخلت النادي الاهلي من 20 سنه، مش انا محمد عماره دلوقتي. محمد عماره دخل من 20 سنه كان لسه عمال يتفرج ويشوف ويقيم وعمال يبص كده، انما دلوقتي انا بقيت قريب قوي من الاعضاء، من مجالس الادارات، من الناس. ففعلا بجد يعني النادي الاهلي ده كيان كبير جدا. اتعلمته ان انا لازم احافظ على هذا الكيان، لازم احب هذا المكان. يعني انا من اللعيبه القليله شادي اللي خلصت مشوار وراحت عملت، خدت فلوس وراحت عملت عضويه عامله في النادي يعني. ويمكن انت اكتر واحد عارف. انت ما بتمشيش مستمر. ايه؟ انت الثلاث وجبات في النادي موجوده على طول، ما بتهركش. كلنا متجمعين على حب النادي الاهلي، والنادي الاهلي انا اتعلمت منه ان انا احترم الكبير. والنادي الاهلي علمني ان الصغير يحترم الكبير، والكبير يطبطب على الصغير. احيانا الصغير بيبقى عنده اخطاء لازم الكبير يحتويه، وهكذا. الاحترام ده يعني لازم يبقى موجود في كل الاوقات. طبعا اتعلمت ان يعني روح الفانيلا الحمراء دي لازم تبقى موجوده في حياتك الشخصيه كمان يعني. يعني لازم تقاتل على اي حاجه عشان تنجح لغايه اخر لحظه. فيا رب يوفق كده الجميع ويوفق اولاد الاهلي، وان شاء الله مباراه يوم السبت طبعا اتمنى ان شاء الله ان الجماهير تعمل يعني تابلو كده زي اللي اتعمل في مباراه النجم الساحلي، وتشجيع بكل روح رياضيه، ودول اشقائنا موجودين معانا هنا في مصر ان شاء الله، يبقوا يعني نحسسهم بكرم الضيافه، لان تونس والمغرب والجزائر كلنا بلاد عربيه واحده، وفي الاخر يعني دي رياضه لازم اللي يكسب نقول له مبروك، واللي ملوش نصيب بنقول له هارد لك. كابتن محمد، يعني برضو عايز في الفقره اللي احنا بنكرمك فيها نعرف منك مباراه مهمه في تاريخ محمد عماره، بس وانا اللي خلاني استنى على السؤال شويه كان في واقعه جميله عمري ما انساها. محمد عماره مشي من النادي الاهلي، وبعد كده النادي الاهلي بعد ما مشي النادي الاهلي بعت له قال له انت ليك مستحقات ما جيتش اخدتها ليه؟ انا عايزك تحكي الواقعه دي عشان تعرفوا
قيمة النادي الأهلي لا لا. ومبادئ النادي الأهلي للبعض ما يعرفها. النادي الأهلي يا شيخ إيه اللي حصل؟ احكي لنا كابتن عمارة كده بسرعة. هو ده النادي الأهلي. أنت عمرك أنت عمرك اتكلمت في فلوس في النادي الأهلي؟ لا. يعني أنت عمرك جيت يا جماعة أنا ليا فلوس متأخرة ويا جماعة أنا ما خدتش عادي؟ لا أنا مش فكرة الفلوس يا كابتن محمد، أنا عايزك تحكي الواقعة للناس عشان تبقى عارف. أنا بكلمك على حتة إيه؟ ان اللي بيلعب للنادي الاهلي وينتمي لهذا الكيان عمره ما بص لفلوس ولا عمره كان في دماغه الفلوس. انا رحت سافرت المانيا سنه 96 97 جالي عرض احتراف في نادي هانزا روستوك، قعدت هناك كمان سنه بعد، يعني قعدت لغايه 99 سنه من بعد طلوعي من النادي الاهلي. لقيت الكابتن عماد اليماني ربنا يديله الصحه والشفاء يا رب بيكلمني بيقول لي ان انت يا ابني في مستحقات ليك لازم تيجي تاخدها او تبعت حد ياخدها. يعني قلت له مستحقات ايه بعد سنه يا كابتن احمد؟ يعني انا مش فاهم. قال لي مستحقات ليك ماتشات قديمه ومكافئات دوري بتاع. يعني ساعتها حسيت ايه ده، ايه الناس دي؟ ايه الموضوع ده؟ انا كنت بروح اقعد في نادي البلديه، كنت بقعد بالاربع شهور ما بقبضش. واحيانا كنت بقعد ست شهور ما بقبضش. انما كنت بحب النادي البلديه وكافح وعندي هدف عايز اوصل له. فبالتالي طبعا لا، في مبادئ كتير وقيم كتير النادي الاهلي بيغرزها كده بطريقه مباشره او غير مباشره. يعني احيانا كده يدخلك في موضوع تعرف فيه قيمه معينه. فانا عرفت ساعتها لا، الناس دي قد ايه محترمين، الناس دي قد ايه ملتزمين، الناس دي قد ايه ما بيضحكوش على حد، الناس دي قد ايه صادقين. انما يعني خلينا نتفق ان كل الاماكن فيها الحلو والوحش، انما احنا اتعلمنا في النادي الاهلي حاجات كتير حلوه، ممكن الوحش يبقى قليل. كابتن محمد، واحنا بتكريم بسيط ليك النهارده، كلمه اخيره هتقول ايه؟ اتفضل. اقول ايه؟ بالنسبه كلمه اخيره اتفضل. عايز اي حاجه انا عايزها يعني؟ اتفضل. اتمنى من كل قلبي، يعني اول مره يعني الواحد اتمنى يعني عندي شغف النادي الاهلي ياخد بطوله. يعني النادي الاهلي اتمنى ان هو ياخد البطوله السنه دي، لان اعتقد ان مجلس المهندس محمود طاهر مجلس يعني قابل صعوبات كتير جدا في اول سنتين، وبعد كده الكوره بقت ماشيه بشكل كويس جدا. خدوا دوري وخدوا كاس وخدوا سوبر محلي وسوبر افريقي، فناقص بقى البطوله الافريقيه عشان تتويج ان شاء الله هذا الرجل اللي بجد يعني انا يعني بحييه وبقول له انت عملت مجهود كبير جدا، وان شاء الله ربنا يوفقك في الفتره اللي جايه سواء موجود على رئاسه النادي الاهلي او كابتن محمود الخطيب او اي حد تاني موجود، طالما في منافسه شريفه وقويه. يعني انا امنيتي الشخصيه ان هو يتوج بالبطوله الافريقيه عشان يبقى نتاج ثمره كبيره جدا اشتغل فيها مع مجلس الاداره السنوات اللي فاتت. كابتن محمد عماره، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كان معانا في فقره 100 سنه اهلي النهارده كابتن محمد عماره. هسيب حضراتكم 11 راجل في الملعب. احنا قلنا النهارده عايزين نسمعك ونسمع اغانيك، وكمان الجماهير او اللاعبين بيحبوا يسمعوا الاغنيه دي وتقعد معاهم في الكواليس كده، والجهاز الفني كلماتها مؤثره جدا. نروح نشوف ونسمع 11 راجل في الملعب، وبعدها استقبل مجموعه من جماهير النادي الاهلي. اكيد مش هنقدر نجيب 70 مليون الحلقه، ولكن بندردش ندخل الجماهير معانا في الموضوع، لأن جماهير النادي الأهلي دورها مهم. نسمع 11 راجل في الملعب، وبعدها استقبل مجموعة من جماهير النادي الأهلي. 11 راجل في الملعب، أهلاوي 90 دقيقة على المكسب، أهلاوي نلعب لنادي الوطنية، أهلاوي الفوز ده ليك حاجة عادية. أهلاوي أهلاوي الفخر ليا، أنا لا
ورحب بحضراتكم من جديد. دلوقتي فقرة الضيوف. قبل ما رحب بيهم لأن المنود ببرنامجنا نتكلم عن جماهيرنا، ولما نتكلم عن الجماهير في واحد بيمر بمحنة، عم حسين اللي استضفناه وكنا في بيته مع حضراتكم وحضراتكم أشدتوا بالحلقة دي، بيمر بظروف صحية صعبة جدا جدا جدا، فبنقول له من خلال شاشة النادي الأهلي ألف سلامة. عم حسين واحد من كبار مشجعي النادي الأهلي. لما نتكلم عن مجاميع في التشجيع أو أسماء أو أي حد أهلاوي بيشجع، الكل عارف عم حسين. الراجل ده أفنى حياته في المدرج، أفنى حياته عشان خاطر النادي الأهلي. بقائد من الناس القديمة الكبيرة اللي الكل بيحترمها، بيمر بمحنة صحية، عرفت اللي هو اتنقل لمستشفى. فألف سلامة عم حسين. أنا عارف الجهاز الفني بيتابع معاك، عارف كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ بيتابع معاك. إن شاء الله كلنا ما نقدرش نكون بعيد عنك، لأن أنت لما نتكلم عن نجوم ولما نتكلم عن بطولات ولما نتكلم عن حاجات كتير حلوة في النادي الأهلي، فجمهور النادي الأهلي وعم حسين اللي هو الشخصية الكبيرة العظيمة اللي أفنت حياتها زي ما قلت من شوية، ده ما نقدرش كمان نكون بعيد عن المشهد ونجيب سيرته ونتكلم عنه ونقف جنبه. خلوني كمان أروح لضيوفي أرحب بيهم وهم موجودين معانا النهاردة كجماهير في المدرج بقالهم سنين، وكمان عشان نشحن بطاريات اللعيبة والجهاز الفني. ده مطلوب، ده مهم، ده الدور النهاردة، يكون معانا جماهير نتكلم عن كل حاجة إيجابية كل حاجة جميلة. هننسى مباراة النجم أكيد مش هنتكلم فيها خالص، لكن هنتكلم على الدور الإيجابي اللي الجماهير بتعمله. خلوني أرحب بضيوفي. عم حسني برحب بيك ودايما بتشرفني وكلامك بيبقى في الصميم. الله يخليك كابتن، شرف لنا ووجودنا في قناة الأهلي شرف لكل أهلاوي يعني. كمان ريعه سنين طويلة بيقود جماهير النادي الأهلي، تشجيع حماس روح بعيد عن المسميات، كلنا أهلي دلوقتي، برحب بيك. برحب بك يا كابتن، وبقول إن شاء الله البطولة التاسعة بإذن الله تكون لينا إن شاء الله، وإحنا عملنا وكل حاجة ودعمنا وكل حاجة ورا الفرقة الأيام ديت، وإن شاء الله بإذن الله البطولة التاسعة لينا إن شاء الله. دايما بروح في لما بشوفك بتطلع في البرامج، انا عارف كمان انت كنت عاملين رابطه منتخب مصر، لكن انت لما جيت قناه النادي الاهلي النهارده جاي مسشور جاي مظبط كانك هتلعب المباراه. والله ده واحد حبيبي يعني، بس مع ان هو زملكاوي اسمه احمد قصه بصراحه كابتن، يعني ده حلاق بتاعي يعني، كل واحد لعيب بيقول لك عندي حلاق، اشمعنى انا؟ دلوقتي جبته بقى هو حلاق بصراحه احمد قصه دوت، راجل محترم مظبط لي والدنيا جميله، قال لي ان شاء الله يمكن باشمهندس محمود يديك برنامج ولا حاجه تتكلم. انت جاي طمعان في برنامج كمان؟ والله طمعان في البرنامج بتاعك. طب هناخد فاصل عشان نستأذنك. طيب حسين، كنت معانا قبل كده مثقف، بتحب النادي الاهلي جدا، هنتكلم معاك في امور كتير جدا النهارده، وخليني اقول لك في البدايه انا مبسوط ان انت موجود في حلقه النهارده. انا اللي مبسوط يا كابتن شادي، شرف لاي اهلاوي انه يبقى جاي قاعد كده وشايف جنبيه شعار النادي الاهلي. ده بالنسبه لنا، انا راجل طلعت على كذا قناه، بس انا بالنسبه لي ده شرف كبير قوي ان انا اكون قاعد وجنبي شعار النادي الاهلي. طيب هبتدي من عم حسني. اتفضل. مشهد الكل اشاد بيه، الجهاز الفني بعد المباراه، كمان اللاعبين، جماهير النادي الاهلي كانت في المعاد وقفت جنب فرقتها، صدرت الرعب للمنافس. متفق؟ اه طبعا يا كابتن. مش من الماتش ده، احنا زي ما رجعنا بالذاكره لما الحلقه اللي فاتت ونشدنا الناس والناس كان عند حسن الظن، استشعرنا كده بوجود الناس في لما استاد الشيتش اتفتح والناس اشتغلت شغل قصير وشحنت البطارات للعيبه، كان حاجه جميله قوي. حتى الماتش الترجي اللي هو كان هنا، انا خرجت في الملعب عكس الناس كلها بتقول لهم هنكسب هناك وهنوصل، حتى كان في بعض الشباب كده بيبكي، كنت بحسهم ان لا، مرينا بالحاجات دي واشد منها، ونادي الاهلي هيكون قد المسؤوليه. فاللي احنا اتكلمناه شفناه على الملعب والشباب ترجموه، كان بدايه كويسه من المجموعات اللي راحت تيتش، وبعد كده في الملعب
والتواصل لغايه دلوقتي الناس كلها في الملعب حتى افريقيا يا اهلي محدش يأس محدش يعني تسلل له اليأس ولا للحظه. فالروح دي انا كنت قلت لهم بالروح ده بالشكل ده الناس كلها بتتكلم اهلي رغم ان كانت بعض الناس حاولت تاخدك في سكه ثانيه خالص، ولكن كله يعني بلا استثناء كله كان مركز مع الماتش وكن رجل واحد زي ما احنا قلنا الحلقه اللي فاتت ان النادي الاهلي كله رجل واحد وكن على قدر المسؤوليه، والرجاله بتوعنا كل يوم بيثبتوا يعني قدرتهم على تحمل المسؤوليه وان هم حاسين بينا وان هم ان شاء الله هيعوضوا لنا غياب البطوله اللي احنا نفسنا فيها كلنا. مريعه هسالك على الشكل الجميل ومن اول دقيقه ومن قبل المباراه الناس رايحه من 9 الصبح من كل مكان في مصر ومن خارج مصر من اسوان، يعني في ناس كلمتني من اسوان محتاجين ناقص لهم بعض التذاكر كانوا جايين رحله، قلت لهم خلاص اعتبروا الموضوع منتهي ومش بنزايد برضو، انتوا عارفين لما بنقول حاجه في ناس بيتصيدوا، احنا بنتكلم على مواقف. عشان انا ليه قلت اسوان؟ عشان حصل موقف، لكن اكيد في ناس تانية بتحب النادي الاهلي، منصوره، اسكندريه وكل مصر. هو على ايدي انا بصراحه يا كابتن، انت عملت كتير بصراحه. لا من غير انت وعدت 27 محافظه. لا انا بتكلم بس بجد يعني 27 محافظه انت قايل لهم 100,000 تذكره 20,000 تذكره الماتش الجاي، يعني اللي عايز تذكره يا جماعه على الهوا كابتن شادي. انت بتدبسني على ما ولا ليا في الموضوع اساسا. لا بس انا بحكي صعب. هو كابتن انا عايز اسالك سؤال، الناس بتروح من بدري جدا عشان خاطر النادي الاهلي. هو والله كابتن والتشجيع من اول دقيقه لاخر دقيقه بصراحة كانوا واقفين وقفة مشرفة ومحترمة مع الفريق. كابتن أنت عارف يعني إيه كيان النادي الأهلي؟ إحنا اتربينا على النادي الأهلي دوت يعني حاجة كبيرة جدا. لما أبويا وجدي والناس كلها وحاسة الله يرحمها والدتي كانت بتفرح، وكان أختي ومراتي وعيالي دلوقتي بيفرحوا لما النادي الأهلي يكسب، دي حاجة كبيرة جدا. أنت من صعب يعني مثلا أنت قلت قبل كده 65 مليون 70 مليون، لا فعلا في مصر بتفرح يا كابتن. وده الكيان دوت احنا بنعشقه اكتر من اي حاجه تانية. يعني ربنا يعلم كان الواحد بيعمل ايه عشان يروح ماتش يشجع الاهلي. كان يعني ماتش نهائي زي كده مثلا، يعني رحت نهائيات كتير وسافرت بره مصر كتير ورا الاهلي. احنا كنا ليله الماتش دوت والله العظيم ما كنت بعرف انام. والله كابتن بقى استنى كده النهار يشاشع كده عشان اروح الاستاد. يعني حتى ماتش سفريه بره بتعيشوا في الماتش زي اللي يا كابتن. لا لا او يعني تركيز بقى حاجه ثانيه. انت هتروح هتغني ايه؟ طب انت هتبدا بايه؟ هتنادي اللعيبه ازاي؟ بنروح يا كابتن مستمتعين. انت يا دوبك بتفطر ممكن يعني يا دوبك يعني الفطار دوت هو اللي بيسندك. مفيش بقى اكل ولا شرب ولا اي حاجه ثانيه، يعني دوبك شويه ميه كده بس تركيزك كله انت عايز تغني، عايز تقضي اليوم بطريقه يعني حاجه. لا لا استمتاع كابتن ولا تعب ولا اي حاجه يعني. ارهاق واستاد برج العرب دوت يا كابتن عشان تدخل الاستاد جوه انت بتنزل بتمشي بتاع 5 كيلو 6 كيلو عشان توصل للبوابه. هي جوه شويه. لجوه انت عبال ما تدخل بقى لجوه مسافات، بس والله العظيم يا كابتن ما فيها ولا تعب، ما بتحسش باي حاجه. انت رايح تعب عشان خاطر الاهلي. بص حاجه كده انت يعني بقول لك بتشجع 90 دقيقه كده وواقف تشجع 90 دقيقه ولا الهوا. يعني فاهم انت كل جون ما بيجي لك كل ما بينسى يعني بينسيك اي حاجه. بينسيك اي حاجه. والله يا كابتن يعني فعلا اللعيبه يعني احنا عايزين نديها رساله كده يا كابتن. انا اليومين اللي فاتوا دوت بعد ماتش النجم او تاني يوم بالظبط لما بنزل الشارع كده يقول لك الوداد اسهل من النجم. يعني ناس كتير بتتكلم كده غلط. عايز اتكلم لازم الجماهير تبقى قلقانه وتنقل قلقها. انا شايف غير كده. الموضوع للعبتها انا شايف غير كده يا كابتن. فرقه صاعده نهائي افريقيا، فرقه انت بتلعب طبعا بطوله 9 لو خدتها. الفرقه ديت يا كابتن انا بقولها لك فرقه كويسه جدا، فرقه محترمه جدا. احنا عايزين يا جماعه ناخد الماتش ده فعلا، مفيش حاجه اسهل ولا اصعب. لا احنا بنركز مع الفرقه، ما ناخدش الموضوع اللي هو في الفرقه ديت اسهل من. لا لا انا بقول غير كده. فرقه صعدت يبقى تلعبها، يبقى نحترمها. واحنا النادي الاهلي لعيبتنا مسؤولين جدا، ولعيبتنا ما بيتحطوا تحت الضغط يا كابتن شادي فعلا بيكونوا رجاله جدا. احنا بنقول لهم يا جماعه الماتش دوت اصعب من ماتش النجم. انا رساله من واحد دوت مشجع النادي الاهلي بقول لكم اسهل من ماتش النجم فنيا، اصعب من ماتش النجم فن. لا لا بص يا كابتن الفرقه ديت ده فرقه يعني اقول لك يعني تكتيكيا كويسه جدا. انت كسبتها طبعا 2-0 في دوري المجموعات بس هم كسبوك وهم ممكن النتيجه تبقى اكتر يعني وعارفينك وحافظينك وكام دوت. لا هم انتوا اجمد. لا لا فعلا الوداد اجمد
انا بقول لك مش الاهلي عشان هم هناك بيقول لك لا الاهلي نادي القرن وبينيمونا وبيعملوا لنا، لا ما فيش احنا الكلام ده، ما عندناش الكلام ده، احنا بناخد الماتش يا كابتن ما ننزلش نستهتر بالفرقه واحنا لعبتنا. انا عارف الكلام دوت، بس الراي العام بقى القنوات الفضائيه الكلام ده كله بيحسسنا احنا خدنا البطوله. احنا لسه ما خدناش البطوله، احنا لسه هنلعب نهائي، لسه هنلعب هنا وهناك، والماتش ده صعب جدا. يا ريت لعيبتنا تفهم وما يسمعش لاي قناه فضائيه يقول لك الماتش ده اسهل وانت خدت البطوله وهتفهم. اقفل سد ودانك لما تسمع الكلام ده، سد ودانك. والله يا كابتن اقول لك، في واحد زملكاوي صاحبي والله زي ما بكلمك واقف بيقول لي يا ريعو انت حسستوني اني خدت البطوله، انا خلاص خدنا البطوله. لا لا ما خدناش البطوله. قال لي والله هو ده الكلام. يعني نفسي عارف ليه يا ريعو؟ اسف على المقاطعه ولكن عايز اقول نقطه مهمه، هو ده اللي خلاني اقول اليومين اللي فاتوا لازم اخرج من عباءه الفوز التاريخي. هو فوز تاريخي لكن ما خدتش البطوله، واللعيب المحترف هو اللي يفكر كده. وانا بطمن الجماهير اللي دي مدرسه الكابتن حسام البدر اللي انت زمانه قفل على فرقته انتهى الكلام، ولان اي لعيب هيفضل عايش على الفوز ده سته هيتفاجئ من مستوى الخصم اللي هو عامل حسابه ان الاهلي كسب النجم ست. لازم تبص للخصم بتاعك، هو بص لسته زي بالظبط الترجي لما الاهلي كسب هناك 2-1 النجم الساحلي بقى متحفظ اكتر، طبعا بقى مركز اكتر وقدر اللي يكسب النادي الاهلي. فهي نفس الفكره، الفريق جاي وعارف انت كسبت سته فهيبقى عنده حذر شديد. حسين عايز اعرف منك دايما في المواقف الصعبه على سبيل المثال زي ما عم حسني اتكلم على فكره انت النجم الساحلي الترجي 2-2 فروحت هناك، لكن لما تقعد تتكلم مع جماهير الاهلي عندها يقين الاهلي هيجيب انتصار، جابوا الكلام ده منين؟ هقول لحضرتك على حاجه كابتن شادي، اهم حاجه جابوا الكلام ده منين؟ جابوا الكلام ده من تاريخ، جابوا الكلام ده من مواقف كتيره الاهلي اتعرض فيها لمواقف صعبه، وكانت اللعيبه رجاله، واللعيبه رجاله كان في جمهور ساند الرجاله. دايما لو في راجل لازم بيبقى محتاج دايما المسانده، لو في موقف صعب بيبقى دايما محتاج المسانده والدعم حوالين الناس. فدي حاجه مهمه. تاني حاجه بقى موضوع سته ده، عشان الموضوع ده بس عامل مشاكل كده مش عارف ليه. موضوع ستة، احنا في موسم 2001 كسبنا الزمالك ستة صح؟ وافتكرنا ان احنا خدنا الدوري. ما خدناش الدوري. تعادلنا مع البلدية ولا مع الغزل؟ مع المحلة في مع المحلة؟ مع غزل المحلة؟ لا تعادلنا مع الاسماعيلي. تعادلنا مع الاسماعيلي. بس ماتش الاسماعيلي ماتش المحلة كان بعد ماتش المحلة هو ضاع مننا الدوري. ليه؟ لأن احنا كنا شايفين يعني اللعيبة أو مش اللعيبة بقى، الأتموسفير اللي حوالين اللعيبة قال لهم أنتوا خلاص جبتوا الدوري. فاحنا مهم جدا احنا عندنا ثقه في لعبتنا. لعبتنا كانت متعادله 2-2 والماتش كان صعب جدا، ورحنا الترجي اصعب من الوداد. كان اصعب من الوداد، انما كان في ثقه في اللعيبه، كان في جهاز فني قافل على اللعيبه. الكلام ده مهم جدا. طب انا حسين عايز اسالك في حاجه في نفس السياق اللي حضرتك بتتكلم فيه. ما الجمهور لازم نفهمه اللي انت الاشاره الاولى لما انت بتزايد في الفرحه قوي بتخلي فرقتك عايشه في ده، ولما انت بتقول اقفل الصفحه وافريقيا يا اهلي ومباراه النجم زي ما قال ريعو كده مباراه قويه جدا ومباراه اصعب مباراه في البطوله، انت الاشاره الاولى كجمهور زي ما انت بتقول. برضه هقول حاجه مهمه جدا كمان. الترجي بعد ما كسبناه 2-1 الجماهير فرحت قوي، 2-1 في الترجي وفرقه تقيله. الترجي فرقه تقيله قوي يا جماعه بصراحه يعني. احنا تاريخنا اتقل، احنا سيد القوم في افريقيا، انما انت بتلاعب حلو فرق سيد القوم. احنا انت بتلاعب فرق تقيله، بتلاعب فرق عندها ثقافه. ده كاتب روايه انا عارف كاتب روايه كبير. عندهم ثقافه احترافيه محترمه. النهارده المغرب نظمت كاس العالم للانديه، عندهم فكر احترافي محترم جدا. حسين عموتي اللي هو مدرب الوداد، واحد مدرب واخد الاتحاد الافريقي الكونفدراليه، يعني مدرب متمرس، مدرب زي الكابتن حسام. وكابتن حسام تاريخه اكبر من حسين، لكن راجل عنده فكر وعنده ثقافه كرويه وعنده فنيات وتكتيك عالي جدا. فاحنا لازم الجمهور بقى زي ما هو كان واثق في لعيبته ووصل لعيبته انتوا هتروحوا هتعدوا الدور، ان دور ال 16 دور الثمانيه من هناك من تونس في رادس الحمد لله. برضو لازم الجمهور مش عايزين بقى نغمه اصل احنا نكسب كام. لا مش هنكسب كام يا جماعه. ماتش النجم ماتش وخلص. ماتش الفرقه وقعت من اول 3 دقائق، فرقه النجم وقعت من اول 3، فما ينفعش اقيس عليها اي
ماتش تاني. فده ده شأن مهم جدا لازم الماتش بماتش. لا وكابتن حسام بصراحه يعني رد على كل بقى الناس بصراحه ما شاء الله يعني ربنا يا رب يكرمه. هي البطوله شكلها اهلاوي يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله احنا هن لكن مهم قوي الثقه والغرور فرق بينهم شعره الثقه والغرور انا هاجي اتفرج معاك عشان فده مهم جدا جدا ان احنا كجمهور ما نتغرش في لعبتنا وما نتغرش في نفسنا كل ماتش نرجع زي ما انا قلت نشحن بطارياتنا ونتواضع لا وكل جمهور يحترم الخصم بالظبط هيفرق معاك والله جمهور الاهلي فاهم واحنا لما احترمنا الخصم في الترجي لما احترمنا النجم هناك واحترمنا النجم هنا ايه اللي حصل؟ يا ربنا وفقنا لازم برضو وكابتن حسام ان شاء الله باذن الله هيبقى قد المسؤوليه وزي ما كان قد المسؤوليه ناقص لنا الثالثه ان شاء الله الثلاثيه بتاعت الموسم احنا خدنا افريقيا يد خدنا افريقيا سله ناقصنا افريقيا قدم وحاسسها ان شاء الله ربنا هيتوج عمل ناس وتعب ناس كتيره قوي مش اللعيبه بس لعيبه وجمهور واداره وتعب ناس كتيره احنا مش عايزين يعني مش عايزين نتعب ونتعب نفسنا احنا عاملين شغل كويس احنا ماشيين بشكل كويس واحنا عندنا ثقه كبيره جدا في لعبتنا وعندنا احترام كبير جدا في الخصم اللي قدامنا. عم حسني عمر كبير في التشجيع الله عليك وجماهير النادي الاهلي انا اعلم بيعزوك وبيحترموك عشان ليك كلمه في المدرج. ما فيش تصنيف عندنا هنا النهارده، ما فيش تصنيف، الكل اهلي، الكل اهلي، اولتراس اهلاوي طول عمرنا عم حربي جزره بقى انا عارف المشي عم حسين ربنا يشفيه واشرف وحمدي همت وكل الاسماء مش عايز انسى حد الكل خلاص ما فيش تصنيف حربي. كلنا اهلي وحتى اللي بيجي من كل مكان كلنا رايحين عشان خاطر الاهلي طبعا متفقين؟ طبعا طبعا بخبرتك الكبيره نصايحك في المباراه اللي زي دي الجماهير تقول لها ايه؟ يا اما زي ما احنا ماشيين كده الفتره اللي فاتت اللعيب زي ما قلنا النوبه اللي فاتت وكانت المجموعه اللي راحت التتش الشباب اللي راحوا والماتش اللي بعده بداوا يشتغلوا شويه قصير القصير اللعيب لما بتيجي تديله الهتاف هو بيسمع يعني قصير القصير اللي هو الهتاف الهتاف بيبقى اسرع من الاغنيه الطويله اللي انا افضل فيها طويل مثلا ممكن مثلا اقول يعني يلعبوا بحماس يعني احنا بنقول من ثالثه شمال مثلا بنقول من ثالثه شمال مره بنقول مره او مرتين من ثالثه شمال بتدب الحماس والملعب كله بيندمج بيرقص معايا بعد كده بقى بنطول فيها لغايه ما المدرج بيسقط معايا انا الماتش اللي فات مثلا كسبان الثالث والرابع شايف ان السكشن اللي ورا المدرج شغال حماس منقطع النزيل كلها حافظه وسامعه انما اغلبيه المدرج مش متجاوب في ناس مش في ناس مش متجاوب مش حافظ فبالتالي انت لازم لازم تشغله ده بعد وقت طويل قوي ده اللي حافظ ناسي طب ما لازم تشغله لما تيجي تشغله هو والصوت يبقى جماعي بدل ما يبقى 10 60 الف يطلع اللعيب بيسمع انت بتشغل المكنه بتاعته اللعيب بيسمع بودنه باحساسه بتلاقي الملعب ديناميكيه اكتر عارف يا عم حسني انا متفق معاك ليه الملعب كله كان هيتف واحد لما تقال افريقيا يا اهلي سهله قصيره زي ما انت قلت واسمع فالملعب كله واسمع صوت الناس والعب بحماس خدوا حياتنا وعمرنا وهاتوا افريقيا عندنا في حاجات كتير انت بتقولها للعيبه انت حاسس بيها ومستشعر بيها فهم بصراحه ادوا في الفتره بتاعت التمرين بنفس الاداء ده كويس عايزين نستمر الحاجات دي ده مع ده يعني الطويل مطلوب وفي نفس الوقت الاغاني القصيره اللي اللعيب يسمعها بودنه لانه ما بيشوفش التابلوهات الفنيه الجميله دي انما هو بيتسمع انت ممكن تخليه يتحرك في الملعب ويدوس لما تشحن البطاريه بتاعته هيدوس وزي ما احنا قلنا احنا نفسنا في البطوله دي الجيل ده نفسه في البطوله دي اللعيبه الرجاله طبعا الفرقه اللي تلعب الماتش اللي فات بثلاث اعمده اساسيه مش موجوده واخبالك على راي سمير بيقول لي المعلق اللي هو التونسي بيقول لك سمير مصطفى لسه كان بيقول لي المشجع بيقول لي المعلق التونسي قال لك الاهلي بمن حضر فعلا احنا طول عمرنا كده الاهلي بمن حضر باي حد وفي اي وقت كنا بنلعب الزمالك بطارق خليل وكسبنا وقطعنا ونقطع اي حد وكان الزمالك كوارش وفاروق جعفر احنا النادي الاهلي فاحنا مع اي حد وباي حد في المدرج واي حد يشجع وما بنكرهش اللي قاعد ورا الجون يبقى انا كنا زمان نيجي كده اي حد يجي كل جمهور اهلي ولسه بنقول للجمهور الثاني احنا حابين بعض حابين كله يجي مش نقتصر ان انا ايه حسني بس يجي لا انا ممكن انا بقى فرحان ابقى قاعد تعبان عيان في البيت بس شايف المدرج مليان واي حد ثاني بيقول اهلي وبيكمل واي حد يكمل والله يعني فهي قصه كده
ان احنا تواصل كلنا بنتواصل مع بعضنا، كلنا بنحب النادي الاهلي، ما فيش حب الذات، احنا او انتمائنا اولا واخيرا لاسم وشعار الفانيله النادي الاهلي، ايا كان بقى مين في الملعب، المهم احنا عندنا بطوله، وبطوله عزيزه علينا جدا، وبطوله من حقنا، واحنا تعبنا السنه دي عليها، وتعب اداره، تعب جهاز فني، ناس تعرضت لحاجات كتير، بدايات كتير، اتقال عليهم كتير، حتى ازاره اللي لسه جاي، الناس برضو اشتغلت عليه، ولسه يا جماعه اصبروا، ده الراجل بيتحرك في الملعب وبيستلم وبينزل وبيقابل وبيكسر. كنت في مباراه في ملعب السلام وكنت قاعد من بعيد كده، انت ما شفتني بس انا كنت متابع، كنت عمال تقول للجماهير كده اقف قول قول ازار، وقعدت تشجعه قول بس عارف اللعيب وهو ده دور المهم. الاهلاويه قالوا انت هتيجي يا ازار هتيجي طبعا، اللي انت لازم، وهو انت امتى انا ابقى بحبك قوي يا كابتن، في وقت المحنه تقف جنبي وانا ما انساكش. لو تفتكر سنه كان كابتن حسام حسن واقفه معاه خالص وكل شويه هتيجي حسام هتيجي، فضلنا وراه لغايه لما سجل اكثر من 7-8 مباريات حسام ما بيسجلش، وقعدنا 7-8 مباريات حسام هتيجي لغايه لما جاب، ولما جه في مره حسام هتفتح لو ده عنصر مساعد. لما جينا في مره كنا بنتكتك مع الاداره، حسام كان زعلان مره كان في تجديد او حاجه زي كده، فراح يلعب في ملعب الشمس اللي هو جنب فبعض الناس راحت تتفرج، اللعيبه لسه ما نزلتش، قلنا له اتفرج على حسام يفضل قاعد، اللي اتفرج على النادي الاهلي، الاهلي نزل دلوقتي نزل، فاحنا وهو قاعد وانا بحب حسام جدا ورحت قلت له ايه؟ عاوز كام؟ ياس حسام، حسام هو ابراهيم طلعوا من الملعب لبسوا التيشيرتات ونزلوا، احنا ساعدنا عملنا شغل مع الاداره ودرنا مع الاداره بدون ما نعرف اي حد، بدو جوه الغرف المغلقه، مش بنقول له جوه غرف المغلقه نطلع نهاجم الاهلي بره، ويقول لك جوه الغرف المغلقه، اذا كان انت على شاشه وتقول لي احنا ما بنتكلمش الا في الغرف المغلقه وانت طالع على الشاشه بتهاجم لي الاهلي وتقطع فيه. طيب هروح للريع، اول ما دخلت الاستوديو رحت انت قايل لي جمله حلوه قوي، قلت لي كلنا كنا واحد، بس هتاف من ثالثة شمال اللي انت بتقول عليا انا اللي انا قلته في بداية الحلقة لا ده بيخوف المنافس وفي اول دقيقة ربنا وفقنا وفتحت بعد كده بسبب الخضة اللي عملها جمهور النادي. والله يا كابتن من صغير للكبير الهتاف دوت ما فيش حد مش حافظه، كله حافظ. على فكرة انا اقول لك حاجة، بس عم حسني كان عمره ما لبس تيشيرت في المدرج، كل مدرج كل لبسه قمصان. ليه بقى؟ يفك الضراير، انا مزنوق يقلع القميص وتلاقي بقى ايه، خد بقى علينا. انا عايز والله بجد يا كابتن الحاجه الايجابيه لازم نقول عليها. انا فعلا بشكر والله العظيم الكلام دوت من قلبي، وانا راجل خبره في التشجيع وكده، الناس ديت تعبت في المدرج وتعبت في الماتش دوت، الترا سهلاوي عملوا حاجه الماتش اللي فات، خلوا الواحد فعلا يستمتع بالتشجيع. الناس ديت فعلا يعني التزام تشجيع، هو ده اللي احنا بنقول، برافو عليك يا رجل، لما يبقى في التزام طبعا نساند وبكل قوه في ظهركم والله فعلا 10 الصبح وبيشدوا الناس مع المدرج. حضرتك قلت وجهه نظر جميله، هو انا عارف ان الكل بيسمع في حاجات تقول، في حاجات الصغيره اللي محتاجينك بسرعه اللي انت بتفوق فيها برقتك بسرعه، ده نصيحه حلوه قوي عجبتني. ما يسقطش جمهور الله، كل ما الجمهور يقع منك انت بتقومه، حاجه خلونا فعلا نحس فعلا ان الجمهور راجع، وفعلا ان شاء الله باذن الله الجمهور راجع ان شاء الله على يعني ايام يعني معدوده على الصوابع، الناس كلها عايزه تفرح، عايزه انا عايز اخد ابني دوت يعني ما بيتفرج كده على، والله يا كابتن اللي بيحب الاهلي بطريقه يعني اقول لك ايه، لسه عنده بيغني في ثالثه شمال ديت يعني لسه صغير، صح والله لسه صغير، بس بيحب الاهلي عم خلاص ما معوده على كده، تطلع زملكاوي وتكل على الله، مش عايزه هي كده عندي امال ايه هي كده التشجيع ده يا كابتن. بس خليني متعة. اقول حاجه عشان ندي الناس حقها كلها، احنا في البدايه اتفقنا الجمهور قال جميل قوي اللي انت شكرتهم، دي حاجه محترمه، لكن خلينا نقول كل واحد اهلاوي كان في المدرج طبعا. برافو عليه، طب حربي من درجه اولى والله عمل حربي عمل مجهود كبير، شوف طول فتره كده حد بس يعني احنا الفتره الاخيره ما كانش فيه جماهير، كان بيروح كنا بنروح انا وهو وهو سنه برضه انت عارف اللي هيديك طاقه وهو في ال 30 40 مش زي لما سنه، ربنا يديله الصحه عم حربي فاهم. فخلينا الجمله اللي انت عجبتها جميله بتخص التراس اهلاوي، بنشكره طبعا، وكمان بنشكر كل جماهير النادي الاهلي اللي كل من الصغير للكبير يا كابتن. في نقطه بقى كابتن في موضوع ازارو بقى، جمهور الاهلي احنا خدنا خبره فيلافيو لمها السنه كامله وجاب جون
جاب جون بقى عذب الناس يعني الاعلام. بس هي يا كابتن يعني احنا خدنا خبره فيلافيو بيه، احنا كان بيعمل كل حاجه في الكوره صراحه، كان بيستلم وبيحضن وبيواجه يعني بيعمل كل حاجه في الكوره. ازارو يا كابتن انت لو بصيت على ازارو فعلا نفس النسخه، يعني بيعمل كل حاجه، بيتحرك كويس جدا، سريع جدا، يعني حاجه الواحد لما بص عليه فعلا لا نصبر على اللعيب ده. يعني خلى الناس كده الفرص السهله اللي كانت بتيجي كانت بتضيع، وانت عايز هدف لا يفتح معاك، فبتفقد الثقه لان حسيت اللي ابتدى يبقى الهجوم ابتدى يسمع. فلما جماهير الاهلي المباراه اللي فاتت كل الاستاد بدون استثناء كان بيشجعه، فرق معاه نفسيا كلاعب. كابتن الماتش هو متدفي في ماتش الرجاء يا كابتن، جت في كره سهله جدا تعرف عشان يخليها 100%، هو مش طماع تعرف ده لمين يعني، ده الاجاء انت فعلا لو هو حطها هتيجي ان شاء الله. بس هو بس اقول لك الحاجه، جمهور الاهلي كان واعي راح جاي من نادي وليد ازارو، من نادي ازارو كل امرنا كده ملهاش، ما هو اي جمهور الاهلي خد الخبره في الموضوع دوت. يعني يا كابتن لا الراجل دوت فعلا ان شاء الله مستقبل فروت للنادي الاهلي، واحنا مستنيين منه كتير، اللي هو فعلا دوت حاطين املنا اللي هو فرود النادي الاهلي لازم يكون صوره. عايزك تبص على الصوره وشايف جماهير الاهلي عامله ازاي، عمرو السوليه بص الحماس كابتن. كابتن احنا والله الجمهور ده كابتن يحرك الصخر، بقول لك يعني الجمهور دوت يعني لما انت تعرف انا اتكلمت مع زارو قال لي انا نفسي اشوف جمهور الاهلي فعلا مالي مدرج. يعني اتكلمت مع الاهلي وكده وكلمت مع كذا لعيب، قلت له ايه؟ والله كابتن الماتش قبل ماتش النجم قلت له ان شاء الله هتجيب وشد حيلك شويه. هو لما والله انا وخالد حتى خالد شيشاكي وكده اتكلمنا معاه، ان شاء الله هتجيب وشد حيلك شويه. كذا لعيب بيقول لي ان احنا مستريحين ويعني وحاسين هنلعب في وسط جمهورنا، احنا مستنيين الجمهور فعلا والاغاني دي هي بتحرك اللعيبه. هم منزلين يا كابتن والله منزلين مركزين جدا البطوله ديت. البطوله دي يا كابتن عايز اعرف الناس فعلا وعايز اقول لهم يا كابتن البطوله ديت باتنين كاس عالم مش بكاس عالم واحد. جمهور الاهلي يعني فاهم، انت عارف اللي البطوله ديت اصعب بطوله، ان انت تروح الكاس عالم في الامارات وبعد كده اليابان. يعني بطوله افريقيا اللي جايه ديت هتتلغي عشان كاس عالم الكوره. هتلعب اتنين كاس عالم. شوف انت حظ النادي الاهلي يا كابتن، يا رب حظ النادي الاهلي ان شاء الله ياخد بطوله التاسعه ديت تلعب ان شاء الله يا رب. الله يا رب يعني حاجه تبقى كبيره قوي لما تلعب اتنين كاس. ازارو بقى ياخد بطوله افريقيا كده ولسه بيلعب، حاجه كبيره قوي والله. النادي الاهلي كبيره يا كابتن. حسين عايز اعرف منك وانت في المدرج مثلا والدعم لفرقتك ودعم لعيبتك عشان تحسسه بالامان، انا كل ده بيحصل وكل ده الناس عارفاه، لكن هل هي بتبقى في فرديه ولا في جماعيه؟ يعني مثلا المدرج الثالثه شمال معروف اللي فيه اغاني والناس كلها حافظاها فبتغني معاه، لكن في مثلا مدرج تاني ممكن ما يكونش حافظ، مش حافظ الاغاني، بتدعم انت اللعيبه ازاي؟ حد يعني كبير بيقوم مهم يتكلم. مهم جدا كابتن شادي ان احنا زي ما الفريق لو كان في لو في فرديه الله كابتن الله كابتن بص يا كابتن ايه الجمال ده، شكل الجماهير ايه الجمال. لما يكون في فرديه في الفريق ما ده ما بيبقاش حاجه كويسه للفريق، ما يبقاش كتله واحده. فبرضه المدرج زي ما عم حسني قال مهم جدا انك تعرف تعمل حاله الجماعيه للمدرج، مهم جدا الجماعيه في اي حاجه فيها البركه. يعني ايه جماعيه في المدرج؟ جماعيه في المدرج يعني هتاف واحد، يعني تشجيع واحد، يعني ما فيش حد في المدرج داخل عشان بيشجع لعيب ولا بيشجع، كله بيشجع الكيان، بيشجع النادي الاهلي. فده مهم جدا. عم حسني قال حاجه مهمه جدا، قال ايه؟ قال نشتغل على القصير. تشغيل القصير ده مهم جدا، ان انت تعمل هتاف صغير تلات اربع كلمات عشان جمله تسحب الناس معاك، عشان تسحب الناس معاك. دي حاجه. تاني حاجه وده مهم جدا بقى، تقول هتاف طبعا عشان نعرف الناس يعني. قول هتاف كده ما انت عمال تقول هتاف، قول هتاف كده مش مشكله. ايوه قول هتاف كده يعني. احنا من بنيجي مثلا بين الشوطين مثلا يا كابتن، لو حاسين ان الشوط الاولاني مؤاخذه حسين حصل فيه مثلا ارتياحيه شويه او هدوء شويه، فبنفكر اللعيبه ونصحصحهم زي اسمع صوت الناس ولا حماس، بنيجي نقول لهم ايه؟ يلا يا اهلي فاضل شوط العب كوره، هنعلي الصوت يعني خلاص فاضل شوط، يعني فاضل 10 دقايق، يعني يبقى فاضل 10 دقايق لازم تتكلم ايه خلاص. وهي الكوره يعني عايز اقول للجمهور الاهلي الكوره مع الخصم، احنا كنا زمان كده ارجع لماتشات زمان دي هتلاقي الخصم يمسك الكوره يمسكوا العفريت، عفريت جمهور الاهلي صفاره لا بصحصح عليه احنا معانا عفريت، بقول لي احنا العفريت انا من الناس صح لا احنا الشياطين الحمر احنا بتوع احنا نطلع على اي حد الجنون. ف
فنقعد نصفر. الناس هتصدق كده يا عم احمد. خلاص صدق بقى يا كابتن، ما خلاص شايفه احنا لو قفلنا على نفسنا كنادي اهلي 25 سنه وسبنا المنافس التقليدي او اي منافسين هنا في مصر يلعبوا مع بعضيهم مش هيحصلوا النادي الاهلي. ورغم كده بقول لك ايه، المنافس التقليدي اي منافسه هو النادي الاهلي، مع احترامي للجميع، النادي الاهلي للجميع، لكل النادي الاهلي ده لجميع الاهلاويه وفوق الجميع كله. فاحنا بنتكلم ايه، انك انت بتحمس اللعيبه وتعيشهم اللحظه والدقيقه، لازم يحس بالمسؤوليه. يعني لما احس ان هم رجاله رجاله، بس هي الصفاره دي لازم اكملها. خوف الصفاره بتخوف، وبعدين بتصحصحك انت لعيب، بتحس ان في تاثير، انا بصفر لك عشان انت سايب التاني يلعب على راحته. انزل دوس تاكل اعمل اشتغل. انا هرجع لك عشان عايز اعرف منك حاجه انت وريها، بس خليني اقول لحسين. الكابتن محمد عماره كان معايا قال لي جمله حلوه قوي عجبتني، ما رضيتش اعلق عليها، قلت اعلق عليها وانتم موجودين معايا. قال لي فريق كبير وجمهور عظيم. هقول لحضرتك على حاجه يا كابتن شادي. العظمه بتيجي، العظمه بتيجي من الشغل الكثير. بمعنى الدقب. الدقب في الشغل. الجمهور عارف حدوده وعارف هو ايه وعارف ايه دوره، فعشان كده احنا ولا بنخش في تشكيله ولا يهمنا مين يبدا ومين ما يبداش، ولا يهمنا مين زعلان من مين، احنا يهمنا النادي شكله عامل ازاي. الله يفتح عليك. احنا ده اللي يهمنا. يهمنا يا كابتن شادي يعني العظمه لله وحده، ثم الناس بقى، الناس اللي شغاله، الناس اللي شغاله بدقب بحب باخلاص. تفتكر يعني ربنا قال لك ايه الايه القرانيه بتاعت ان الله اللهم صل على النبي، نسيتها، اللي هي بتاعت العمل، بتاعت العمل اللي هي اتقان في العمل، كل عمله كل عمله فسأل الله عملكم ورسوله المؤمنين. فاحنا جمهور بيشتغل كويس جدا، وفريق عارف يقفل على نفسه، واداره عارفه تقفل على نفسها، فده مهم جدا. احنا ما يشغلناش مين اللي بيتكلم علينا، ما يشغلناش مين اللي بيقول اصل ده فيه ايه، اصل ده جن، اصل ده. احنا يهمنا النادي. النهارده احنا رايحين نقابل الوداد. هنقابل الوداد، والوداد عنده بطوله افريقيه واحنا عندنا 8. طبيعي طبيعي ان الوداد لازم يكون خايف مننا. الوداد ما وصلش للنهائي الا مرتين، ودي ثالث مره، فطبيعي ان الوداد يكون خايف مننا. التاريخ بيلعب دور ولا مالهاش علاقه؟ طبعا التاريخ بيلعب دور. كابتن شادي انا شايف مالهاش علاقه يا كابتن فتحي. لا يعني لا طبعا، وانا معاك. لا انا شايف ان علاقتها ايه، خلينا نسمع اقواس اللي احنا اختلفنا. علاقتها ايه؟ علاقتها القلق. هو الترجي النهارده كان من احسن الفرق في افريقيا، صح؟ اقول لك على حاجه، كان اقوى فرق تمام ككوره. اللي بيتكلم كوره كوره جماعيه، وعنده وسط ملعب مش طبيعي، بيعلي الريتم ويوطي الريتم، ومن اسباب الخطا الكبير جدا اللي عمله والاهلي كسب اللي هو خرج اللاعب اللي في وسط الملعب اول ما غير الاهلي اخذ زمام الامور. هقول لحضرتك كمان، الترجي خسر عشان حاجتين. حاجه قانونيه، عظمة الأهلي. الحاجة التانية عشان خاطر نفخوا في نفسهم زيادة عن اللزوم. فده شيء مهم جدا أكون عارف، زي ما قلت لحضرتك قبل كده، المهم جدا أكون عارف أنا شغال إزاي وأنا إيه وتاريخي إيه وبلعب بكيان اسمه إيه. النهارده أتفرج على الترجي، معلش يعني الترجي والصفاقس مبهدلين الترجي والنجم، مبهدلينهم عشان خاطر الأهلي، يعني معلش يعني عامل فيهم. لو هم هناك عندهم كده، عندهم يعني حاجة صعبة. اسمك بيزيد يا كابتن شادي، اسمك بيزيد. في ناس ممكن ما تكونش ليها في الكورة قوي. اسمك لما يكون فريق يكسب ستة حاجة كبيرة جدا، إنما بقى مهم جدا إن أنا كجمهور أعرف إن أنا كسبت ستة وأستحق الستة، إن أنا أعرف كويس جدا، وده مهم جدا، إن الماتش ده ملوش علاقة بالماتش التاني، أنا مش هخش بمكسب الستة، الماتش ده هيبتدي 0-0، ملوش دعوة بالستة دي في حاجة. فالرسالة للجماهير إن أنا أصبر على الفرقة، ممكن الماتش يعقرب شوية، ممكن الماتش الراجل هيجي هيعمل لك أتوبيس ورا في الدفاع، ده أكيد. أنت بتلاعب أصل أنت الماتش اللي قبليه جايب ستة، هتيجي فيا تعمل ايه؟ مش هفتح خطوطي، هوقف اللعيبه ارصهم ورا، فده مهم جدا. الجمهور رايح ليه؟ الجمهور الصبر، واحده واحده على الفريق، ما يعملش حاجه الا تشجيع وبس. واحنا كابتن شادي خدك من حاجه، واثقين في نفسنا، واثقين في جمهورنا ان احنا بنشجع ازاي، عارفين نشجع ازاي، عارفين قيمه النادي، وعارفين قيمه افريقيا اللي احنا هنروح ناخدها ان شاء الله. يا انت اختلفت، قلت لي مش التاريخ مش التاريخ ما يحسمش الواحد. لا لا لا، بص يا كابتن هقول لك على حاجه، احنا تاريخنا والنادي الاهلي ده يعني طالما وصل النهائي خلاص الموضوع يعني ايه، ما فيش اختلاف ان شاء الله، تركيزنا كله في البطوله. بس احنا بنتكلم مش هنبص للتاريخ، النادي عمره ما بيبص للتاريخ.
احنا الفرقه دي طبعا صعد النهائي يبقى فرقه محترمه جدا يا كابتن. طبعا وانت هتلاعبها مش هتبص بقى تعرف لو بصينا للتاريخ يبقى خلاص نقعد بقى في النادي الاهلي ويقول لك هات الكاس وخلاص عادي. مانو جوزيه كان بيقول ما نبصش التاريخ يا كابتن، ما نبصش التاريخ، بيقول لك التاريخ ديف جنبه ديف جنبه ديف جنبه، الله اكبر عليك. التركيز واحترام الخصم والقتال جوه الملعب هيبقى التاريخ موجود. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، نفس الكلام ده. حسين كان بيقول لي مش عارف اقول ايه جوه، انا علمته كام كلمه بس هو نفس الثقه اللي بيتكلم فيها كابتن حسين. بيقول ان احنا عندنا امكانيات، بندي الثقه لعبتنا بالتاريخ بالفوارق اللي بيننا وبينهم، ولكن في الاخر هو 90 دقيقه البطوله كلها واقفه على 90 دقيقه. احنا سقطنا فيكم زي ما طلعتوا رجاله الماتش اللي فات، ناقصكم ثلاث اعمده اساسيه، ما حسستوش ان في نقص في فرد واحد في الملعب. رجاله بتشتغل من اول دقيقه لاخر دقيقه، جبنا الاولاني جبنا الثاني جبنا الثالث. بالعكس انا كحاسس كمشجع ان احنا قصرنا، احنا كنا بعد الثاني والثالث الملعب اشتغل، احنا الثالثه والرابع دوت كنا الملعب ده كان كله يرقص، يعني كل اغنيه كل جنب اغنيه. الرابع ليه يا حلوه بلح مع شرف اخش على الخامس كره ولمسه هنجيب الخامسه، كل جون كده افضل ارقص اجيب بقى بعد الستة اقول لهم ايه النجم البيضه والنجم طلعوا حته الاثنين بيحبوا الستة. هتلاقي الملعب كله اشتغل معاك، الدنيا كلها اشتغلت. لا ده حقيقي والله، يعني قصدي ان الماتش ساعدك. فاحنا انا حاسس ان احنا اللي قصرنا مع اللعيبه على الاداء اللي عملوه، لان انا لما اجي اخاطب الناس في الاعداد المشجع نفسه بقول لاي واحد بيقبو او بيكود ما تستناش، يعني في ناس هتسقط منك، في ناس الماتش هياخد قلبها ويريح ايديه مش هتشيله ان هو يشجع. انا اقول له ايه يا كابتن، هو ده اللي انا كنت عايز اقوله للجمهور مش قادر اقوله، هيقول لك بيزاي. لا. لا, لا لا انا شفت اكتر من كده، انا شفت بدايه المباراه مبدئيا عشان الناس تبقى فاهمه اللي احنا اللي انا كنت عايز اقوله في البدايه. لما اتقلب ثلاثه شمال ولسه في ناس، في ولد نط في حضن باباه صغير في السن كابتن، شفت قوتها اشعر بشكل، شفت قوتها عامله ازاي بعدها لما جبنا الهدف، الفرحه كبيره وفي ناس نطت من مكانها. ده حقيقه انت تلحقه بتشجيع بسرعه عشان ترجعه في سياق المباراه. ده انت تقصده؟ لا، والاكثر الحقه امتى يا كابتن بقى؟ لما الريتم الاهلي ينزل اصفر واشجع واحس اللعيبه على لعني، ولما الجمهور الريتم ينزل معايا انا بخاطب الناس اقول لهم انتوا النادي الاهلي، انتوا جمهور الاهلي، الاهلي ما بيكسبش الا بيكم، الاهلي عايز بطوله وانتوا اللي هتجيبوا البطوله مش اللعيبه دي، انتوا اللي تحسسوا اللعيبه بالبطوله. وخاطبهم وبعد كده ايه اروح قالي الهتاف، اروح شددهم للايه للمدرج تاني واجي اقول لهم انتوا بتطلبوا باللعيبه ان هو يبذل كله. ايه يا عم شوت الكره دي، يا عم باص الكره دي، بدل ما تقول له باصي وشوت وتهده، لا ارفعه. لان النهارده اللعيب دوت لما انت تيجي ترفع معنوياته انت ازاي بتطلبه هو يدي وانت ما بتديش يعني المدرج. انا لازم ادي في المدرج طبعا، انا لازم ادي عشان هو يدي. المدرج ده مش مجرد جمهور بيشجع وعايز اعمل مقارنه، خصوصا كمان مع المدرب. انا الفكر عشان اثبت لكم اللي هي واحد الفكر، بس اسمحوا لي طبعا عايز يعني اقول لحضراتكم ان بنت كابتن حسام البدري تعرضت لحادث خارج مصر، ولكن الحمد لله اتنقلت للعنايه المركزه، لكن الامور بالنسبه لها مستقره. الف الف سلامه لبنت الكابتن حسام البدري. وكابتن حسام البدري اكيد كلنا معاه وفي ظهره في اي حاجه، لانه بيقود النادي الاهلي ومحقق نتائج طيبه جدا، وكمان كقناه النادي الاهلي بشكل عام مش البرنامج ده كمان بس، بنتمنى الشفاء العاجل لبنت الكابتن حسام البدري. ريعو عايز اكلمك من شويه عامل الربط اللي كان بيقوله عم حسني حتى على المستوى اللعيبه، لما في مدرب لما اللعيب يخطا لو بيقوم يوجهه في نادي جماهيري انت بيتوتر في نوعيه كده، وفي المدير الفني لما تخطا يسقف لك مفيش مشكله. فمن هنا نفس الفكره اللي انا قلت اعمل ما بينها يا رب، لما الجمهور انت بتلعب عشان خاطر تسعد جماهير، لما بتكسب بطوله اول جمله بتتقال الحمد لله فرحنا نادي الفوز للجماهير، مش بيتقال على مدار التاريخ من كل اللعيبه. هي نفس الفكره بقى اللي انا بعمل بيها الرب، لما يحصل خطا المدرب بيقول له برافو كمل مفيش مشكله، فالجمهور كمان لازم بيبقى في شايف خطا برافو كمل مفيش مشكله. وده حياتها يا كابتن، ده جمهور الاهلي اللي هو فعلا يعني من ساعه ما كنا الواحد بقى يعني كان بيشجع في الاستاد وكده بنعمل الكلام دوت. احنا مش جايين نشجع الفرقه عشان تكسب بس او لعيب ما كانش، اصل اللعيب دوت وارد، اصل ده بشر مش ملاك يعني اللي هو ينزل فاهم انت. لا وارد في كره القدم ان انت مش موفق النهارده، وارد يعني في واحد يقول لك يا ريعو
ما تقول لها تشكيل النهارده. طب ايه التشكيل يا عم؟ مشجع مش ناقد رياضي او سيد. لا حصل لك نضج شويتين والله. انا كلامك موزون كده وبتاع زي زمان كنت. اصلا اصلا والله يا كابتن انا قلت لك في اول حلقه انا جاي طمعان. انا جاي طمعان يعني ان شاء الله وكده ربنا يكرمنا باذن الله. وطبعا والله يا كابتن بقول لك لا الجمهور فهم، والفتره اللي فاتت دي بالذات الجمهور فهم جدا. اللي انت بتشجع كيان، بتشجع حاجه يعني بطل القرن دوت يا كابتن. ده انت بتفتخر لما انت بتمشي كده جنب سور النادي الاهلي كده بتفتخر. لما اكون مشجع عم حسن مواد، عم حسن وريعه ومش عارف ايه، لما بتمشي في الشارع كده عم حسن بيشجع الاهلي اهو، عم حسن ريعه اللي هو دي حاجه يا كابتن معلش يعني ما جاتش من فراغ او ما جاتش. لا ان انت بيكون عليك مسؤوليه يعني رغم النهائي هو الماتش الجاي بعد بكره، هو النهائي يوم السبت الجاي اهوت. انت عارف انت مطلوب منك يا كابتن كل يوم بتستقبل كام تليفون عشان خاطر الماتش؟ والله العظيم انت بكلمك يعني انت راجل والله العظيم دي حقيقه. عارف انت كانك انت رئيس نادي الاهلي، كان انت المدير التنفيذي يا ريع. انت ريع يا جماعه في والله كلها على النت، دي اجدع حاجه كلها على النت مفيش. وده حقيقه موضوع صعب. ارجع لموضوع النت عشان نتكلم في كل حاجه بس او السيستم بتاع النادي الاهلي. عايز اسالك سؤال مهم، قلت كده كبرنامج في الاسبوع اللي فات قبل مباراه النجم الساحلي، وقلت النهارده في مباريات محتاجه اللي يروح مش راح يصور سيلفي ولا يشيت على انت محتاج تفهم قيمه النادي الاهلي ياخد بطوله افريقيا تروح تشجع. لو مش راح تشجع سيب التذكره لواحد تاني اكتر اخلاصا وحبا للنادي الاهلي وقدره على العطاء. دي رسالتي. مورينهو قال متفق معايا في الرساله دي ولا دي تضايق حد؟ مورينهو قال لجمهور جماهير تشيلسي السنه اللي هو ماشي بيها من تشيلسي. مين؟ مورينهو. مورينهو قال لهم انتوا جمهور السيلفي. انتوا جمهور جايين تتصوروا بجد والله. والله قال لهم انتوا جايين تتصوروا. فعلا السنه ديت مورينهو مشي من تشيلسي. بس احنا جماهيرنا واعيه يعني. جماهيرنا واعيه وده يدلل عليه الماتش اللي فات ودلل عليه ماتش الترجي. احنا ماتش الترجي 2 يعني معلش برضه 2-1 والماتش صعب والماتش تقيل وشبه خرجنا من افريقيا وخارجين من الملعب الافريقي واتفرج على الجماهير. انت اتعودنا على كده يا حسين. انت متعادل مع الصفاقس هنا 1-1 معلش يعني. هو ما انا بقول لك واعي افريقيا برضه كده والجمهور لغايه دلوقتي وبعد الماتش جمهور نادى الفرقه. قلنا يا جماعه في شوط ثاني هناك في رادس وفعلا سبحان الله كوره مش عارف جت من وائل جمعه وبعد كده لعبها لعماد متعب في لافي وربنا كرمه وتريك يعني. وائل جمعه برضه اللي عمل شادي كابتن شادي والله الحاجات دي رابس والله كابتن والله العظيم يكون دوت الحاجات دي بيلاعبني. شفت السبب كده قلب اسود كابتن شادي برضه الناس كلها عارفه مين يعني. ده وعي وعي يا كابتن شادي. ده وعي جمهور الاهلي عنده وعي دلوقتي. النهارده اتفرج على السوشيال ميديا الناس بقت بتتكلم ازاي، الناس بقت فاهمه ازاي، الناس بقت بتحط خطه الناس صح. فالموضوع بقى يعني بقى في سيستم، بقى في سيستم يا عم حسني. جماهير حتى ماشيه عليه مش اداره بس ومش تعاه بس فلا يعني احنا الحمد لله احنا كيان عظيم وكيان كبير ما جاتش بفراغ يعني الله. الحمد لله يعني بفضل الله ثم العمل الناس اللي شغاله وتعب الجماهير وصبر الجماهير. احنا في سنين ما كناش بناخد فيها بطولات انما في جماهير واقفه عارفه ان انت السنه الجايه هتجيب بطوله صح. هتجيب بطولتين هتجيب ثلاثه. ده متوقع ده اللي احنا واخدين عليها كابتن يعني سنة. الحمد لله. حتى حسين اقول لك حاجه معلش يعني انت لما بتاخد بطوله الدوري انت بتفرح قد ايه؟ يعني هو ممكن نص ساعة والله دي حقيقة. تاني يوم الجماهير بتقول اللعيبة افريقيا اهلي نص ساعة كاس اهلي نص ساعة وانت عارف ايه انت عارف نص ساعة بعد ما دخلنا كده الحاجات ودي نعمة يا كابتن والله. بص اقول لك الحاجة والله العظيم يا عم اتفضل كابتن. دي بالنسبة لي وبالنسبة للعيبة انت بتاخد الخمس بطولات بتوع السنة وبتفنش الدوري قبلها بثمان اسابيع او سبع اسابيع جايين من اليابان واخدين ثالث عالم لقينا مصر كلها الشوارع مقفوله الاتوبيس المكشوف للنادي الاهلي لحظه تاريخيه طبعا تدعو للفخر اللي انت وانا انا ما انساش في موقف كتير وهيجي يوم الواحد هيحكي بعض الكواليس فيها لان ما اتقالتش كلها ونزلت الاول استقبال الناس فجوزيه كان هيركب الاتوبيس فرحت له قلت له ازاي؟ المدير الفني بيبقى العريس انت هنروح نركب لوحدنا فالكابتن حسام قال لي روح هاته انا طبعا رايح جوزيه مش عارف رد فعله انه وقفنا كتير جدا طلعونا من قاعه في اي بي عشان كانت زحمه كبيره جدا. ف كابتن حسام البدري كل الفرقه ركبت قلت له لا مش هينفع اروح قال لي روح كلمه. قلت له انا كابتن هو كان بيحبك هو كابتن بس ايه في مواقف كده قلت له في ايه؟ قال لي لا والله هو بس ده عشان تاخرنا شويه وبتاع.
رحت طالع له مستر مانويل في كذا وما ينفعش دي لحظه في التاريخ لازم تبقى موجود معانا زي. فكان معاه اسرته وسابهم في الاتوبيس وطلع معانا. عارف قال لنا لما لقى الجماهير والاتوبيس بيتحرك احنا تالت عام الدوري يا راح جاي قال ما مش بقول لكم مفيش من بكره في شوف هو طبعا. ده النادي الاهلي طبعا. هو ده جمهور النادي احنا الأهل. يعني يا كابتن شادي خلي بالك في ناس بتقعد 10 سنين على بطوله وبطولتين مش احنا يا جماعه صح مش احنا صح. احنا كبار عشان خاطر هدفنا كبير عزار. واحنا كبار عشان هدفنا كبير عشان دايما عندنا طمع في طمع في فضل ربنا وطمع في البطولات وطمع طالما بالصح وبالشغل الصح يعني. بمناسبه بقى كابتن معلش رابطه مصر معلش تعرف طبعا انت عرفت دلوقتي الجمهور كله دلوقتي بتاعك والله العظيم الناس مكلماني باذن الله ريعوا باذن الله هتكسبوا البطوله يعني عادي شكوكم اسمع لي حاجه عصام اسكندريه والله كلهم والله العظيم بيقولوا لي يعني شفت الناس بقى اتقربت من بعض ازاي يعني فعلا يا كابتن والله العظيم الناس كلها دلوقتي اللي عادل مختلف معاه هو اسماعيل وانا اهلي بس فعلا اهلي بيلعب باسم مصر بس بص يعني الوقت دوت بالذات يقول لك شهر اكتوبر دوت شهر مصر يعني حاجه تبقى ان شاء الله عم حسني ارجع لك بس خلينا ناخد رسائل على صفحه شادي محمد الكوره والجماهير على الفيس مهم جدا برضو جماهيرنا نشاركها واحنا كاتبين هتدعم الكابتن حسام ازاي وكل اللاعبين ده مهم جدا نشاركهم لان عايز اسالك سؤال مهم جدا انت اكتر واحد تقدر تجاوبنا عليه عم حسني في مصطفى العربي كابتن شادي اقسم بالله بعشق الاهلي من غير ما تحلف يا مصطفى عارفين وربنا يوفقهم وباذن الله كلنا محتاجين دعوات كل الاهلاويه وافريقيا يا اهلي. كمان في يوسف صابر كابتن شادي ان شاء الله هنكسب ثلاثه مش عايزين نقول ارقام عايزين نصدر الثقه في النفس لكن المباراه صعبه عشان اللعيبه يوصل لها انتوا الشراره الاولى دي بالزبط. نقطه مهمه النهارده نعمل كده بلاش 3 و6 و10 مليون وانسى مباراه النجم انا مش بعترض على الرساله انت متفائل حقك وكل ده لكن الشراره الاولى اللي انت توصلها لا مباراه صعبه للعبتك عشان ينزل يحقق لك التارجت اللي انت عاوزه. في عادل الزعيم يا كابتن شادي احنا اسياد افريقيا والاول عالميا وان شاء الله انا من السعيد محافظه سوهاج وان شاء الله النادي الاهلي هيفوز وكابتن حسام البدري خلي باله من رقم 7 في فريق الوداد. عمرو لملوم ان شاء الله النادي الاهلي هيفوز واستاذ برج العرب وشه حلو علينا والاهلي بمن حضر وكلنا هنقول النادي الاهلي ابطال افريقيا. في وائل سلامه ابو الرئيس ان شاء الله النادي الاهلي هيكسب وتوفيق لرجاله النادي الاهلي بطوله افريقيا للكبار وبشكرك على الكلام الجميل اللي انت قايله في حقي. في كمان اسراء عاطف يا كابتن شادي قول ده الدكتور اللي عندي في الكليه قال لو الاهلي فاز هعمل له طيب اسراء عاطف بتقول للدكتور هي بقى بتقول دبسه على الهواء كاتبه كده الدكتور اللي عندي في الكليه قال لو الاهلي فاز هعمل لكم مكافاه وهيسهل لنا الامتحان ربنا يوفقكم كلكم. كمان مصطفى بيدو بيقول ان شاء الله النادي الاهلي هيكسب والنتيجه مش عايزين نتيجه النجم الساحلي تخدعنا. حلمي الاهلاوي ازيك يا كابتن شادي حلمي فتحي من قريه طه العياط الجيزه ان شاء الله النادي الاهلي هيفوز افتكر كلامي ازارو واجاي ان شاء الله واكتر من كده كمان بس مهم جدا زي ما قلت لحضراتكم الشراره الاولى مره ثانيه بلاش الثقه المفرطه صدر للاعبتك دايما المباراه صعبه عشان يوديك للنتيجه اللي انت عايزها. كمان في معانا مصطفى روما بيقول بحيي برنامج كابتن شادي وحلقه كويسه جدا لجيب جمهور النادي الاهلي وده حقه جدا جدا يبقى موجود. في ساهر محمد اراء مش عارفين نحضر ونحضر تمرين ربنا يكرمنا ونقدر نجيب تذاكر المباراه عشان نحضر. فيه ماهر باذن الله النادي الاهلي هيفوز فوز كبير جدا بس اللعيبه تركز وكابتن حسام البدري بندعمه لانه من اللعيبه من المدربين الكبار. بلال محمود بيقول ان شاء الله في ماتش النجم كان نفسي اروح وما حصلش نصيب ان شاء الله اقدر اروح المباراه دي لان بحب النادي الاهلي من قلبي ولو ما عرفتش اروح اقعد وادعي واقول يا رب النادي الاهلي يفوز. كلام محترم جمهور الاهلي واعي ومحترم وجمهور كبير يستحق الاشاده طول الوقت. في كمان خلونا ناخد كده مجموعه من تحت كمان لان الرسائل ببعتها لي كتير جدا جدا جدا. عايز اشكر بقى اسماء كتيره كده عشان ما تزعلوش مني. في وائل سلامه ابو الرئيس احمد ابو زيد ميدو الشناوي
وفي كمان يوسف صابر، بلال محمود، بلال محمود، في عادل الزعيم، عمر لملوم، اسماء كتيره جدا جدا، محمود مودي، ندى عبد الجليل، كمان في فتحي طاحون، شريف امين، في خلود حامد، حامد جبريل، سعد خيري، يوسف صابر. انا بشكركم شكرا جزيلا، يعني على قد ما نقدر قرينا مجموعه من رسائلكم، كلام محترم، كلام جميل. طول الوقت لازم بشوف اللي جماهير النادي الاهلي ليها حق علينا، لان هي اللاعب رقم واحد مش رقم 12. عم حسني، السؤال اللي اكيد ان هنستفيد منك بحكم سنين طويله في المدار، الله يخليك، جمهور النادي الاهلي ممكن في المباريات العاديه تلاقيه عدده مش كبير، ولما الاهلي يبقى في محنه جماهيره تيجي تملى بال 100,000 المدرج. انا شفت ده بنفسي اكيد من زمان. ليه؟ هو الشعار بالمسؤوليه. احنا زي ما قلنا كده، القصه بيننا وبين بينكم قصه ترابط. المسؤوليه مش عليكم انتوا لوحدكم، احنا معاكم، احنا بنتعايش معاكم زي ما قلنا في حياتكم الشخصيه. بنفرح لفرحكم لما حد فيكم يخلف، لما حد يتجوز، لما حد ربنا يكرمه بمنصب. حتى بنتابع بعد كده حد طلع في برنامج، كابتن سمير كمونه في برنامج، كابتن اسلام الشاطر، كابتن شادي، هو نجاحكم هو نجاح لينا. زي بالظبط احنا بنتابعكم زي ما يكون واحد خلف وبعد كده عيله استقل بذاته وطلع بينجح في حاجه ثانيه، فاحنا معاكم حتى زي ما بيقولوا الممات لاي واحد فينا، لاي طرف فينا. فالارتباط احنا حب ابدي، فالحب الابدي ده لازم تبقى مشاركه، حياه مشاركه، مشاركه بينا وبين بعضينا. فالمسؤوليه احنا حاسين بمسؤوليه ومحتاجه، انتوا محتاجين الجمهور معاكم، فالجمهور لازم يحضر زي ما احنا قلنا كده. احنا زي ما انت بتقول والناس كلها مع كل ماتش، مع كل تصريح اعلامي جمهور الاهلي، ونشكر جمهور الاهلي زي ما بقول لك كده. احنا حسينا الماتش اللي فات على الفوز الكبير ده وعلى الاداء الجميل ده، حسينا ان كان في احسن من كده كمان ممكن نقدمه، حسينا ان احنا مقصرين شويه. فشيء طبيعي لما تكون الفرقه محتاجه لازم، هو ده وقتنا، هو ده وقت ننزل ونتكلم ونوقف للدنيا كلها عشان. طب مخرجنا شادي، يا ريت تعرض لنا اللقطه بتاعت او الجرب تدخل الاستاد، او الاغنيه اللي انت عرضتها امبارح، عايز ريعه يعلق على الشكل ده ويشوف التشجيع ده والحب ده والاخلاص ده، يا ريت بتاعت امبارح، بلاش جرب تدخل الاستاد عشان ماشي تمام. ولا في هنا بقى، هو ده اللي احنا بنقوله، ولا في، انا ماليش دعوه بمسميات، دول اولتراس اهلاوي محترمين، وكل اللي راحوا المدرج كلهم محترمين، والكل بيساند والكل اهلاويه، لكن انا بتكلم على المشهد ده، المشهد المنظم، المشهد المنضبط، المشهد اللي بيشجع الاهلي، الكل ما ينفعش يشوفه ويشيد بيه. ولا حد بقى ماسك فيه راح يتصور راح للاهلي. ايه رايك يا ريع؟ بص الشكل كابتن، طب لو بصيت كده مش هتلاقي ولا واحد ماسك ولا واحد ماسك موبايل فيهم. كله فعلا بيشجع تشجيع، اللي هو ايه، مش كل حاجه كابتن، يعني ايه، احنا بنتكلم دول مش اول ما بيدخلوا بيشجعوا، لا، عارفين بيشجعوا امتى، في التوقيت امتى، قبل ما اللعيبه تنزل بقد ايه يسخنوا، اصل في فتره اما اللعيبه بتنزل تسخن، وفي طبعا فتره ثانيه اما اللعيبه تنزل تلعب ماتش. ده ليه اغاني وده ليه اغاني. لما اللعيبه طبعا بتنزل يعني بتشجع حاجه وخلاص. لا لا لا، ما فيش الكلام ده يا كابتن. انت مش رايح الاستاد تقول صلي صلي وخلاص. لا لا، ما فيش الكلام ده. انت رايح يا كابتن، بقول لك شايل مسؤوليه كبيره، شايل حاجه كبيره جدا. انت بتشجع النادي الاهلي، اللي انت فاهم، انت بتذاكر اكتر من اللعيب، انت بتكون مركز اكتر من اللعيب. الاغاني دي في وقت ايه؟ كل اغنيه في وقت في الدقيقه كام؟ ده الاهلي دلوقتي محتاج اغنيه دلوقتي بنقولها له، كل اغنيه بتيجي في مكانها، بتيجي في وقتها. يعني دلوقتي كده بيشجعوا ابن اللعيبه بتنزل مثلا، بيسخنوا الناس، بيبتدي تسخن الناس، هم اللعيبه بتنزل ازاي؟ كابتن الايد اللي فوق، بص يعني ده في ماتش، ده في استاد القاهره يا كابتن. لا لا لا، ده في برج عرب. برج عرب، برج عرب قبل الماتش، ده قبل الماتش ده. بص بيقولوا ايه؟ بيقولوا ايه في الاغنيه؟ حارب على البطولة، حارب. بص اللقطة اللي جاية دي بقى، بص بص يا شايف شايف شايف، بص بص بص، بيغني بيغني، أهلاوي جدع، أهلاوي جدع. لو التاني كمان كان بيرقص بالعصاية دلوقتي بيروح لهم. هم دول نبض الأهلي، هم دول إيه؟ نبض الأهلي، نبض الأهلي، هم دول القلب بجد.
يعني يعني ما اعرفش، بس مستحيل لعيب ينزل يعمل اللي عمله في النجم واللي عمله في الترجي واللي عمله في كل الفرق والزمالك والاسماعيلي وكل حاجه وما يكونش عارف ان وراه ناس زي دي. هو لو ما وراهوش ناس زي ديت وما وراهوش عايزين سلامك. انت عارف انا عايز ايه وانتوا بتتكلموا وتقول لي نبض الاهلي؟ عايزين نغني، عايز البس تيشيرت الاهلي مع الكابتن رمزي من بدري. كابتن الميزه عندنا بقى، الميزه عندنا ان احنا طول عمرنا ما بنشغلش بنفسنا، يعني ما بنشغلش بالنا غير بنفسنا. طول عمرنا عندنا كيان بتاعنا بنحبه بنروقه بنشجعه بنأسسه بنساعد في تدعيمه، فحبنا للاهلي اكتر من كورونا اي حد ثاني. انا عايز اسالك سؤال شخصي، انت حاسس كواحد اهلاوي وبقالك عمر بتشجع الاهلي، وانا زي ما قلت في البدايه جمهور الاهلي كله اللي بيروح المدرج خصوصا عارفك، انت بتحس ان ليك حته في الاهلي بتاعتك في النادي الاهلي؟ طبعا طبعا، ده كل الناس كده. احنا يعني كنا بنروح التمرين ما بنسيبش تمرين، ماتش سله احنا يعني كنا ساعات السله دي ايام زمان ما كناش بناخد بطوله الا كل 10 سنين. احنا بسم الله بسم الله ما شاء الله السنه دي كل البطولات وافريقيا وسله ودوري احنا يعني كنا بناخد 10 سنين حتى بلاش منطقه القاهره. يا الله هتفرق معاك. اقول لك على حاجه كابتن شادي، انا عندي مروان سنتين والله العظيم يشوف شعار الاهلي ما بيعرفش يتكلم، يقول اقلي يا كابتن احنا الاهلي ده في دم في الدم. هو الموضوع مش موضوع حب وكيان بشجعه جاب لي بطوله ما جابهاش وشاغل دماغي ان انا الضحيه ان انا اللي عندي مشاكل ان انا اللي عندي، لا انا بشجع الكيان طول عمري بحبه ولا شاغل دماغي بالفريق ده كسب ازاي ولا شاغل دماغي. في مواسم كان الفرق بيننا وبين المنافس 11 نقطه 12 بونت وهناكل وبنشجع وبنكسب وبنعدي ليه؟ عشان خاطر شغلين دماغنا بنفسنا، مش شغلين دماغنا المنافس بيكسب بالحكام بيكسب باللي ما اعرفش بمين. ما هو لما تيجي تقول لي حكام وعفاريت و و و حاجات كتير انت بتخلق اعذار ان انت ما تنجحش السنه اللي بعدها. هو ده اللي انا بقوله والله، اللي على طبيعي ده طبيعي. لكن احنا معلش اتظلمنا في ماتش الترجي هنا وخدنا البطوله السنه اللي بعدها. يا كابتن شادي ماتش الترجي اللي هو 2-2 ما احنا مظلومين يا جماعه، احنا اتظلمنا ضرب الجزاء وضرب ووجع قلبه والحكم ما فيش وفعلا التحكيم مش كوره بس. امال ايه بس المخرج جاب لك سله عطيتك قواعد 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 احنا بنعملها مع لعيبه. يعني لو تفتكر كابتن مجدي طلبه، مجدي طلبه سابنا احنا مجدي ده شفنا عرقه على نجيله النادي الاهلي، شفنا لما جه وما خدش وقت ونزله في تشكيله الفريق وكان عنصر اساسي، ادى النادي الاهلي كل اللي يقدر عليه. ولما جه حصل خلاف في الاتفاق المادي مش الكابتن مجدي اول ماتش لينا مع الاسماعيلي المنافس التقليدي احنا قال ايه يا طلبه تعالى مجدي طلبه المنافس بتاعنا رغم ان هو كان بيلعب عندهم زمان اساءوا لاستقباله. فانت النهارده مجدي طلبه بقى عنصر اساسي في الاستقبال. قال لي انا قاعد وسط جماهير بس مش عايز ريعه يتكلم عشان شهادته ما تبقاش مجروحه لان انا قابلته بعد المباراه في اسماعيليه. انا عمري ما هنسى في حياتي سواء مع الاتحاد او مع الاسماعيلي جمهور الاهلي انت خلاص الرزق وقف وحاسس انت سنك صغير مش عارف تعمل ايه وشايف اللي في ناس ده وجهه نظرك الشخصيه انت باصص لنفسك كبني ادم في الملعب بتبص لزمايلك وناديك وتحميه حتى في خروجاتك جميل. وانت خارج بتروح مكان يليق بالنادي الاهلي. انت كان تفكيرنا كجيل مع بعض ليش انا بتكلم على حاجه انا شفتها. فانت لما مشيت وبتغذي في كل مكان بتروحه اللي اتعلمته على مدار يعني ايه انضباط يعني ايه ميعاد مظبوط يعني ايه بالثانيه يعني ايه بالثانيه يعني ايه بطوله يعني ايه ما تخسرش. فبتصطدم بواقع صعب ورايح بعد عمر كبير بتقابل جمهورك ولابس لون مش لونك بتبقى صعبه. طبعا انا اول مره اقول الجمله دي بتبقى يا جماعه اول مره اتكلم في الموضوع اساسا لان عندك في الكواليس حاجات كتير مش هفتحها وقررت اللي انا خلاص اسكت. لكن اقسم بالله اصعب شعور في العالم لما تقعد حياتك في نادي بتحقق فيه بطولات وانجازات لا تعد ولا تحصى محتاجه اللي انت تجيب مجلدات تحكي بعض الكواليس فيها اللي موقف صعبه وحاجات صعبه جدا ما بين لعيبه وجهاز ولعيبه وجمهور حاجات صعبه. وتروح تلاقي لابس تيشيرت تاني وجمهور ناديك اللي انت حاطط معاه كل ده بيناديك مره واثنين وثلاثه واربعه هو ما بيبقاش اللي انت مبسوط هو بيبقى الم فاهمين؟ طبعا بيبقى الم بس ده تمشي ينادوك تاني تمشي ينادوك تاني وانت مش لابس لون تيشيرتك لان يعلمه وهو ده عبقريه جمهور الاهلي المخلص الوافي. طبعا
طبعا. وهو ده اللي انا بقوله. ما كانتش بتحصل يا كابتن شادي والاهلي بيتعادل مع فريق في الدوري والفريق ده بيدربه ابن من ابناء النادي الاهلي تحصل. اللي كان بيحصل كان بعد الماتش وانت خسران نقط الجماهير الاهلي بتنادي على الكابتن مختار صح مثلا وكابتن محمد عامر الكلام ده كان بيحصل. اسلام الشاطر كابتن اسلام الشاطر لما كان بيلعب في الحرس واخدين الكاس مننا واحنا كنا مقطعينهم والكابتن طارق العاشي الله يمسيه بالخير عشان الجمهور وافي ايه اللي حصل نادى كابتن اسلام الشاطر واسلام الشاطر حتى ساعتها احنا كنا في الاستاد يعني حسيت ان هو بيعيط مش عارف يرد عليك يقول لك ايه مش يعني فعلا الاحسان انت بتتكلم بس كمل بتعادل خلي بالك في حاجات في الكواليس في حاجات في الكواليس عشان كويس الموضوع اتفتح في حاجات في الكواليس احترامك للنادي الاهلي وتعلم اللي النادي ده خيره عليك لولا الاهلي انا بقول كده والله من قلبي والله ولا رفاق ولا رجال مين حقك عشان لولا الاهلي ولا كنا نتعرف ولا كنا علمنا اولادنا العلم ولا حاجات كتير جدا كان زماننا زي احد بيلعب بالزبط. في اي نادي بسيط وبتاع فالاهلي ده نعمه كبيره جدا كنا بنقول الكلام ده بس بيبقى في حاجات في الكواليس انت حفاظا على الكيان الكبير بالزبط. بجمهوره الشكل عام ما بنتكلمش فيه بتقول اللي ينفع يتقال بالظبط ما تتكلمش فيه بالزبط. هو ده اللي عم حسني قال لكن يتفتتاخد بقى بص في ناس بقى اللي نواياها سيئه ياخدها لك بطريقه سلبيه وهو مش عارف الكواليس فيها ايه ما احنا قلنا كده قلنا لك كده قلنا لك ان طول ما انت بتتكلم وانت صاحب وجهه نظر وقضيه بدل انت النهارده اتواجدت في المكان دوت انت ابن النادي الاهلي وزي كتير زي كابتن سمير كمونه في قناه معينه لو تحت الفرصه هيبقى موجود كابتن شادي موجود اي حد موجود في المكان ده حقك انت فلما تيجي في اسم النادي الاهلي لابد انك انت تدافع عن النادي الاهلي بشراسه فاللي قصادك عايزك يهدك عايز يقول لك ايه هيلونك يقول لك انت ايه تبع فلان انت هو عايز يلجمك عايز ايه هو حاسس انك انت بتقول الحق انا بتكلم بقول ايه انت حضرتك قلت جمله ده حلو قوي كلكم قلتوها في البدايه اللوجو احنا تبع بس هو ده اللي نعمل له ونطبل له ونزيد له عشان ونفرح ونروح وراه ونشجع عشان انا بتاع النادي الاهلي وعشان افضل النادي الاهلي انا جينا علينا فتره معلش مع احترامي للناس انا كنت عايش شويه وسط الناس في ناس تبقى داخله ضمن مجموعه معايا ويقولوا عليه احلى كلام واول نخرج وده حقه بره المجموعه يقول لك خرج عن المبادئ اصبحت يعني البعض حاول يخلي المبادئ الاهلي كعباره عن تيشيرت القيم والمبادئ تيشيرت انت مع المجموعه تبقى عندك قيم ومبادئ ضد المجموعه تبقى ما عندكش قيم ومبادئ انما النادي الاهلي لا يا كابتن النادي الاهلي الكلام ده مع حد ما عندوش شخصيه ولا يتعامل النادي الاهلي يضغط عليك عشان تقول كده ولا بتاع يا حبيبي اللي عنده راي انا دايما بقول للجماهير وجمهور الكره والجماهير جمله مهمه جدا عشان اسمع منكم رسائل اخيره اما حد يقول لك حاجه ما تغمضش عينك وتسرح وتنام والدنيا تبقى فل لا الدنيا اتغيرت عشان حضراتكم مجموعه زي الفل معايا وبنصحكم برضه اما حد يقول لك اي موضوع انا افكر فيه وابلوره جوه دماغي واطلع بقرار شخصي من جوايا قناعاتي انا مش اللي انا امشي يتقال لي حاجه يبقى هي كده يا خلاص مفيش حد انا عن نفسي انا عارف اللي انتوا كده لكن انا بستغرب قوي الفكره اللي انت بتقولها لا احنا مش كده بس الناس خسرت كتير قوي كابتن جمهور الاهلي واعي وجمهور الاهلي عارف شادي محمد وعارف مجدي طلبه وعارف في مين اللي هو يسيبك او يروح يلعب في حته تانية او غصب عنك او مش عايز ده انا على سبيل المثال يا كابتن على سبيل المثال كابتن طاهر ابو زيد خدت مني الكلمه ابن النادي الاهلي ولاد اللعيبه مارادونا النيل وتاريخ وهو في كاس اهداف كاس العالم الناشئين وجاله عروض وكابتن صالح ما وافقش والتزم وبيلعب في النادي الاهلي جه في سنه من السنين كان النادي الاهلي بيمر بازمه ماديه وكنا واخدين كاس العالم 90 اتبرع مكافاه في كاس العالم 90 للنادي الاهلي رغم ان هو ماديا مش ما كانش الفتره دي فتره احترافيه فيها فلوس كتير يعني المبلغ اللي موجود كان ممكن يفرق معايا لغايه النهارده انا كاهلاوي عمري ما انساه له ما اقدرش اعرف بس في اجيال ما تعرفش لا ما هو احنا بقى اليومين دول بدانا انا عشان كده انا حابب هنا وحابب ان انا اجي ولما بتتوجه الدعوه انا ببقى سعيد لان النهارده انا حسيت فعلا ان الاهلي للجميع انت للجميع انا مش كابتن سابق للنادي الاهلي اعوذ بالله من كلمه انا انت راجل قبل مني الله يخليك كتير لما اشوف كابتن رضا شحاته الراجل ده جماعه للمره ياسر ريان والناس العظام اللي طلبه الراجل ده في اعياد ميلاد لعبت النادي الاهلي كل ما يجي هفضل اقولها للناس دي الراجل ده هدايا ده حق اللعيبه علينا كلنا والله كنا بنستغرب
ده عارف عيد ميلادي وانا ممكن في لعيبه كانت بتيجي مش عارفه العيد ميلاد النهارده فتلاقي محسن داخل بشنطه هديه فبيتكلم كلام فيه اصول كلام موزون وكلام فيه قيم الحياه. طيب حسين خليني عايز تعلق ورساله سريعه للرساله الاخيره بالنسبه للمباراه. خلصت بس يا كابتن شادي انت بس بموضوع ان الجمهور الاهلي لازم يكون عنده شخصيه. طبعا الجمهور الاهلي عنده شخصيه وبيعرف المباراه. بس انا في موضوع الكتابه يعني فكنا بناخد قاعده مهمه جدا اللي بيحب القرايه يقول له مش اي حاجه تقراها تصدقها. وبرده انا بقى بقول من هنا مش اي حاجه تسمعها تصدقها. صح. فده مهم جدا. بالنسبه للماتش احنا عندنا ثقه كبيره قوي في الفريق وعندنا ثقه كبيره قوي في الجمهور. بس مهم جدا 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 ان احنا يكون عندنا موضوعيه يكون عندنا عقلانيه وعدم مبالغه في النتيجه. ماتش النجم خلص والماتش ده نهائي يا جماعه افريقيا اللي احنا بنحبها وهي بتحبنا وان شاء الله باذن الله البطوله بتاعتنا ان شاء الله. حسين ريعو كلمه اخيره ورساله هتقول ايه؟ اتفضل. كلمه ورساله وتحيه. ثلاث حاجات اقولهم. التحيه الاول استاذ رفعت السباعي بحيي حضرتك وبحيي النادي الاهلي وبقول اتمنى الفوز للنادي الاهلي. عم مصطفى غنام كابتن سلمى جوهر. كلمه رساله بقولها لجمهور الاهلي وبعد كده اقولها للاعيبه النادي الاهلي. الماتش الجاي انت اللي باذن الله اللي هتخلي اللعيبه ديت تقف على رجليها من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه. رساله للنادي الاهلي اللعيبه بالذات يا كابتن والله البطوله لسه ما خدناهاش. الماتش الجاي دوت باذن الله باذن الله كل واحد فيكم يصنع مجد ليه. البطوله افريقيا دي التاسعه واثنين كاس عالم للانديه. احنا هنلعب اثنين كاس ان شاء الله باذن الله يعني. ان شاء الله ان شاء الله. عايزكم تفرحوا الناس واحنا زي ما قلنا متعودين ان انتوا في وقت الصعب او وقت المحنه اللي احنا ما فيش محنه ولا حاجه في وقت الشده بنلاقيكم واحنا عارفين لعيبتنا رجاله رجاله رجاله. مستنيين منكم ان شاء الله الماتش الجاي دوت ده الشوط الاولاني هنلعبه هنا باذن الله نفكر في الاول والثاني والثالث والرابع والخامس لغايه ما تقدروا على قد ما تقدروا ان شاء الله. عم حسني رساله اخيره للكابتن حسام البدري في اصابه بنته وزميلنا حسين. انا اتعلمت منه كتير ربنا يعافيه ويشفيه. بنقول له بنتك يا حسام دي نور العين الف سلامه ليها ولحسين. ولو هتفنوا له بنقول للاعيبه الجمهور الاهلي عايزين نصحح المفاهيم. انا عندي ثقه في الشباب الصغير الشباب جامعي. انتوا كورال كويس والقبهات شغاله كويس بس لازم الشخصيه تبقى تناقش اعرف ليه وعشان ايه. الاهلي ما هاجموش على طول ولاد الاهلي ما تتهاجمش حتى لو مختلف مع شخص. اركن الحاجه دي على كام وركز مع النادي الاهلي. رساله عامه لجمهور الاهلي الماتش جاي. رساله عامه لجمهور الاهلي انت تقولها دلوقتي يا اما نفوز يا اما نموت. النهارده ما فيش سكوت. النهارده ما فيش سكوت. ايوه كده متعنا بقى. يا اما نفوز يا اما نموت. جايين سايبين بيوتنا خدوا حياتنا وعمرنا. أيوة. وهاتوا افريقيا عندنا واحنا عشان ما فيش كده هنوقف كل الناس بتقول يا رب يا رب يا رب ان شاء الله ربنا يوفقنا. 2 مليون 2 مليون نور معانا ان شاء الله. انا كان مهم جدا زي ما بنستضيف نجوم النادي الاهلي ورموز النادي الاهلي ولاد النادي الاهلي نستضيف يبقى موجود دايما معانا العمود الفقري النادي الاهلي جماهيره. اكيد مش هنقدر نستضيف الملايين من الاهلاويه لكن بنستضيف ثلاثه محترمين يمثلوا النادي الاهلي ونحترم ثقافات الناس الاخرى اللي هي ما بتحبش تظهر كل لكن الكل اهلي زي ما احنا اتفقنا. طبعا جماهير الاهلي عليها دور كبير اكيد وكلام محترم انتوا قلتوه النهارده. كلنا هندعم كلنا هنساند. عم حسني كلمه كده الف حمد لله على سلامه الشباب اللي سمعنا ان ربنا اكرمهم. برافو عليك يا حسني امبارح الحمد لله. الف الف الحمد لله وربنا يفك كرب جميع وعبال كمان ولاد نادي الزمالك. نادي الزمالك برافو الشباب الصغير الاهلي والزمالك أحفظه. عندهم جماهير كبيره جماهير محترمه بتحب ناديها. عم حسني شرفتني ونورتني. الله يخليك شرفت بك يا كابتن. رياو شرفتني ونورتني. شرفتني يا كابتن. حسين شرفتني ونورتني. حبيبي يا كابتن حبيبي. ده كان كلام جميل من جمهور النادي الاهلي اللي بيتحمل المسؤوليه زيه اللاعبين زيه زي اللاعبين بالظبط. مهم جدا يبقوا موجودين. مهم جدا هكرر تاني الكلام اللي قلته وبقوله باخلاص ولا مزايده على حد ولا هو ما الا مسانده ودعم وتوعيه لجماهيرنا. اللي يروح يشجع النادي الاهلي
ومعاه التذكره في ايديه وداخل، كنت من اول دقيقه لاخر دقيقه نقف جنب فرقتنا نقاتل، عايزين نخلص الماتش من هنا بدون استعجال وبدون، لان احنا كبار قوي وتاريخنا كبير. بس رسالتنا للاعبتنا مباراه صعبه، مباراه بنقابل فريق قوي، مباراه بنقابل فريق من اقوى فرق المجموعه، عشان كده هو في النهائي، لكن هنقف جنب فرقتنا ان شاء الله، وده الاهم، ودي رسالتنا لجمهور الاهلي العظيم. يا رب يا رب نخلص من هنا، والانتصار يبقى انتصار كبير بلعبتنا الرجاله والمدير الفني المحترم الكابتن حسام البدري. اكيد هختم زي كل يوم، المجد كل المجد لشهداء النادي الاهلي، وتصبحوا على الف خير، والكره للجماهير.